تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شاده اف ام، برنامج البطوله. موعدنا وموعدكم اليومي من الاثنين حتى الجمعه، من الوحده حتى الثلاثه. كابتن فخر الدين، اهلا وسهلا. تحيه لك اخ منير، وتحيه لجميع الصديقين وصديقات البرنامج. تحيه للصديقين والصديقات وهذوك المنافقون في الدرك الاسفل من النار. اليوم نواصل معكم مستمعينا الكرام دائما الحديث على اخر المستجدات ومحيط المنتخبات الوطنيه اللي داخله هذا الاسبوع. ما غنساوش مره اخرى المنتخب الوطني المغربي النسوي، البطوله النسويه، لان كاين بزاف ديال المستجدات اللي كاينه هذا الموسم. بطبيعه الحال هضرنا على شي حاجه منها البارح وبقى شي حوايج اخرى. اضافه بطبيعه الحال مستمع الكرام، المنتخب الوطني المغربي الاول غدا على موعد مع اول مباراه في عهد وليد الركراكي. كنتظروا المباراه امام الشيلي، نشوفوا الوجه الجديد للفريق الوطني المغربي والاختيارات ديال وليد الركراكي في ظل مجموعه من الغيابات. ما نساوش الزاويه ديالنا وديالكم، زاويه التواصل عبر الرقم 05 22 36 05 36، بدايه من 2:30 ان شاء الله. تحيه لكل المتتبعين، كل المستمعين، وكل من يتابعنا على قناه شاده اف ام في اليوتيوب. الان اصحاب البارود مع لمياء الزيدي. انتم دائما في الاستماع الى برنامج البطوله على شاده اف ام. تحيه لكل المتتبعين، كل المستمعين، وكل من كيشاهد معنا حلقه اليوم عبر قناه شاده اف ام في اليوتيوب. انا غادي نجي نقرا التعليقات بعد قليل. انا بغيت غير نسول فخر الدين، لان هذا الاسبوع هذا كاين اللي ضاف فيفا، كاين بزاف ديال لي ماتش بين بزاف ديال المنتخبات، عارفين لي زوبجيكتيف ديال بزاف ديال المنتخبات اللي كتستعد لكاس العالم وداك الشيء، ولكن كاينين المنتخبات اللي ما ملتزمين بوالو ولاعبين دي ماتش اميكو قاصحين. مزيان، ولكن هذه القضيه منير انا متفق مع هاد المنتخبات اللي ما غاديش تجلس. علاش؟ اولا انت كتقول ما مشاركينش في كاس العالم، كاينه كاس افريقيا، وحتى الاحصائيه ديال كاس العالم حتى هي دغيا غادي تجي دغيا. يعني مزيان منتخبات تفكر في المستقبل اللي ما بعيدش، المستقبل القريب، لانه ابري لا كوب دي موند الزيناتوار ديال لاكوب دافريك كلشي كاين، انت مقبل على بزاف ديال المباريات. فانا كنحبذ هذه الفكره. انا اي مدرب غادي يتولى تدريب اي منتخب منير ما مشاركش هذا خصو يحمد الله ويشكره بعدا، لانه ما متبوعش باقصائيات ولا مباريات ديال كاس العالم اكثر ما هو خصو يهيئ منتخب قوي. ولا بغيتي تهيئ منتخب قوي، انا ديما تنقولها تبحث على منتخبات اللي هي قويه اللي غادي تستافد منها، ماشي منتخبات اللي غادي تمشي تلعب معها دون المستوى ولا تلعب مع افراقي وتحبد ديك الفكره ديال ننتصر ونخلي المورال وندير هذه. لا بالعكس، حيت حنا القضيه ما كناش كنلاحظوا عندنا هنا، ما كيبغيوش الاختيارات، حتى الخوف هذاك في الوقت اللي كتكون جالس كتعقلت عليها كانت منين حتى وهي كاينه. حنا واحد الوقيته هناك منتخبات اللي تعودنا نلعبوا معاهم، اللي كانوا واحد وقيته كانوا هنا بحال بوركينا فاسو مالي السنغال. يامات السنغال فاش كانت شوف حتى السنغال مقدور، ولكن بعض المنتخبات اللي ما كانتش كتخرج من هنايا، يعني كنا اشاك فوا ماتش سنغال ديما موجوده، يما كنلعبوا مع ما يمكنش ما يكونوش. وهذه صراحه واش كاينه داخله في شي واش كاين شي حاجه ما عرفت اتفاقيه واش كاين، ولكن الا بغيتي تستافد. انا المنتخب المغربي شكون اللي كيستافد مني اكثر؟ بوركينا فاسو اللي غتجي تلعب معايا تلعب مالي، ولكن واش مالي وبوركينا فاسو شحال هذه ولا حتى هاد بوركينا فاسو ومالي دابا اللي غتهضر معاهم سبقتيني الجواب اللي غنجاوبك عليه. واحد وقت من الاوقات راه كان تجي كتخسر تربحهم باربعه وبخمسه وكدير فاسيلمون، ولينا ملي كنمشيو حنا لاكوب دافريك كنلقاهم هما باقيين في مربع ولا هذا وحنا مئلمينين. راه ديما خص بنادم الا بغى يجتهد منير نشوف ما احسن مني، ما تشوفش ذاك اللي المستوى ديالك ولا اللي قريب لك. انا كندوي على الترتيب اللي حنا فيه والمستوى اللي عطيناه واللاعبين اللي قدمناهم. انا ما كنمشيش يمكن ما عندناش عندنا لقب واحد. انا متفق مع الجمهور المغربي اللي صراحه كوب دافريك كيقولها دائما وكيعبر عليها، وانا متفق معاه مليون في المية بانه راه مالغري هادشي اللي تنقولوا كامل راه حنا عندنا تيتر واحد اللي هو ديال 76 اللي مع واحد الناس اللي كنوجه لهم التحيه اللي قدروا يضربوا عليه ويجيبوه من اثيوبيا اللي ماشي سهل. ولكن راه من بعد راه الامكانيات اللي تفرضت على المنتخب وخصوصا المرحله والعهد ديال فوزي القجع على اساس الفوز باللقب
اختيارات نادي المدربين كاملين اللي كنا اختارناهم، اختارناهم على اول كان عندنا الاتجاه ديالنا هو الفوز باللقب. اول ما بدينا بدينا بكيريتس، ما كاينش فينا اللي ما كانش حبت الفكره ديال كيريتس لانه المدرب عالمي عالمي اللي غادي يدير. من جا لقينا مشاكل، ثم اخر مرحله اللي ما كناش كنتوقعوا فيها وقيله سميتو هي مارونار. وثم يعني ملي مشينا للكاميرون بواحد المجموعه مع وحيد ترجينا خير، ولكن مع كامل الاسف ما كاش. فلهذا الجمهور المغربي غيبقى دائما يقول، وانا متفق معاه كنعاود نكررها، يعني عندكم الحق تقولوا ايه حنا راه كنهضروا وكنقولوا المغرب المغرب، ولكن حنا باقي ما فزناش باللقب. اذا حنا راه المستوى ديالنا غنبقى دائما نشوفوا، ما خصنا نحتقروا تحد ونقولوا واقيلا راه حنا في نفس القبعه اللي فيها هاد المنتخبات اللي حنا كنبحثوا عليها. انا كنبغي نستافد منير. دابا قلت لي البرازيل يمكن تلعب مع تونيزي، مع غانا بعدا مع غانا وثم مع مزيان راه تونيزي تختار غدا لاعبين مع السبعه، تختار منتخب ديال البرازيل ما سهلاش امونير. غادي يمكن المنتخب البرازيلي يلعب، ما عليناش اي فرقه لعبها راه البرازيل ما فيه، ما كنضرش فيه البي وفيه الا ودايرين دو ماتش اميكو، واحد مع غانا واحد مع تونس. نقول لك انا كيبحثوا تيقلبوا. نتمنى منير حنايا حنا راه تشيلي دابا راه وقيل عندنا مع حنا وقيل شي دوزيام ماتش ديالنا مع تشيلي. دوزيام ماتش اميكال بعد الماتش اللي كنا لعبنا في 98 جوج واحد 98 لعبنا فين هذاك حتى هو؟ فرنسا كنا كنبريباريو لكاس العالم فوالا. باقي وقيل زامورانو باقي زامورانو صالاس صالاس اللي ماركا صالاس تعادل ماركا مصطفى حجي. انا كنقول باقي عندنا دابا دوزيام ماتش معاهم يمكن. انا مازال غنتكلم ندخلوا للفريق الوطني المغربي، غنعطي غير بعض المباريات الوديه اللي كاينه والجمهور الرياضي يعني الا بغى يتفرج. فبدايه من غدا اليوم كاين مباريات، ولكن باقي ماشي ما داخلينش دوك المنتخبات باستثناء الماتش اللي كنظن راه واش سالا ولا باقي ديال استراليا مع نيوزيلندا. كاين مصر اللي ما دازاش ولكن بقات في البريباراسيون ديالها، لاعبين مع النيجر اختاروا غير النيجر. كوريا الجنوبيه كوستاريكا، الجابون مع الولايات المتحده الامريكيه، كاين ماتش ديال ايران مع الاوروغواي، هذو المؤهلين لكاس العالم. قطر مع كندا ماتش اللي كيهمنا، خصنا نشوفوا الخصم ديالنا. كاين باراغواي مع الامارات، كاينه السعوديه مع اكوادور، ثم البرازيل مع غانا. مع الامارات يلعب معنا احنا غير مع الامارات يلعب معنا ثم المغرب مع الشيلي. الجزائر لاعبين مع غينيا، هذو كيبريباريو غير الاقصائيات ديال كاس افريقيا. هذو هما اكبر المباريات الوديه. عاد جا خويا داكشي ديال لا ليغ دي ناسيون في لوروب، نشوفوا البرنامج ديال المباريات ديال اليوم. المباريات اللي كيهمونا فرنسا لا كرواتيا الدنمارك مع 8 لاروب، وفي نفس التوقيت بلجيكا مع ويلز مع بلاد الغال. باقي المباريات فرنسا النمسا، انا بغيت نشوف فرنسا لانه نايض دابا واحد نايض الجزار، كاين الجزار داخل في المجموعه ماشي الجزار ضجيج، كاين دي بليسير وكاين ولكن الناس كيعرفوا يجيروا. بالنسبه لي دي شامونير غادي يقدر ما باش الخطاب ديالو حتى هو شتو دابا المشكل اللي نايض، ماشي المشكل، السؤال اللي مطروح هو على ديمبيلي، عثمان ديمبيلي. انا كنت متفق في واحد الوقت من الاوقات على انه كان عنده دي بليسير بزاف، وشاك فوا كيلعب وكيغيب. يمكن اول سنه دخل فيها مع البارسا بواحد الشكل استثنائي، ما كيغيبش على المباريات، عنده لي زاسيست مزيان، كيسجل كاين، ماشي حاضر وماشي حاضر حضور اللي هو حاضر بالثقل ديالو في ليكيب ديال بارسلون. الفضل يمكن انا كنقول بانه هذاك التعامل ديال تشافي والقرب منه خلاه يدير. كاينه حاجه اخرى اللي كيتكلموا عليها، وانه اصبح اب ولا ما عرفت غادي يولي دابا اسبوع ولا جو سيبا نسيبنا ديمبيلي، ما عليناش غادي يولي غادي هذا. فهذه غادي تاهي من المسائل اللي كانت مطروحه، لانه كان كيسهر بزاف ومبلي بداك اللعب الالكتروني وكيدير وهذه كلها. اذا هذا سؤالات توجه لديشون. يمكن ديشون من واحد المده كان كيقول لهم اودي نهار ينضج غيولي مزيان وما يبقاش عنده لي بليسير غيكون عندي، غادي نختاره ويكون دابا حاليا. هذا هو السؤال اللي موجهين لديشون، واش ديمبيلي يولي اساسي
ولكن في ظل تواجد غريزمان وبنزيما ومبابي هما انا الناس سولتيني ما بين غريزمان ومبابي نقدر نقول لك مبابي سميتو غريزمان وديمبيلي تقول لي ديمبيلي نقول لك ديمبيلي علاش لان حاليا دابا غريزمان سوني بلي داك غريزمان اللي كان ولكن غيبقى دائما ديشان عنده داك لو جو اللي مبازي عليه ما بين مبابي وما بين سميتو غريزمان ما بين غريزمان وما بين بنزيما غير هو اسمح لي فخر الدين ناخذ روح الفصل اشهاري قصير ثم نرجعوا نتفاد النقاش ديديا ديشون واش كيحس بانه راه صافي هذا كاس العالم هي اخر مرحله ليه لانه علنوا الناس علنوا على انه نهايه المرحله ديال ديديا ديشون حتى هي لعبه على هذه الاختيارات ديالو. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على الشدا اف ام تحيه لكل المتتبعين. نكملوا غير ديديا ديشون الله يجازيك بخير. ديديا ديشون ما عندهم واخا كاع الشيء اللي كتقول انت كامل بعدا واحد القضيه ديال اخر كوب دي موند هما ما كيخلوكش حتى اخر كوب دي موند علموك علموك هما صافي جلستوا ومتفقين على ان اساس عندك هاد لا بارتيسيباسيون والمهمه ديالك غادي تنتهي ما كاينش العشوائيه كيبقى دابا كيفاش غادي يكون المنتخب وخير دليل لذلك في ظل تواجد هادشي اللي كنا كنسمعوا مؤخرا ديال مبابي وديال هذا نشوفوا كيفاش باش غيدخل بعدا ديشان واش نقدروا نشوفوا ديمبيلي ويكون يقدر يكون واقيلا تيتيلير عنده عناصر منير اللي تقدر تقول الكلمه ديالها في المباريات. اذا انا نخاف على شي منتخب اللي هو ما عندوش كثره اللاعبين. فرنسا منير عندها لاعبين كيتواجدوا كاينه الوفره كثير كاينه الوفره بزاف عنده الوفره كثير ولا كاليتي هو واحد لقيته كان كيتعذب في الاختيارات اليوم مع هاد لي بليسير اللي كاينين وهذا انا بالنسبه ليا وعنده واحد التوليفه ما بين دي جون اللي يلاه اصحاب الخبره ما عندي ما نسالك هذا باش مزيان هذا المنتخب بهالقضيه هذه الدراري اللي خاطرين يجريو بك انت ما تعوش على بنزيما باقي غيدار معاك ولا غرينزمان واحد العدد كبير ديال ولكن كاينين وسط منهم منير دي جوار اللي غادي يخدموا عليك الا ضاعت الكره راه كاينين وكتعرف هما لو ترافاي ديالهم السيستيم دو جو ديالهم والطريقه ديال اللعب ديالهم منير كتخليك دائما تعذب. انا اللي كيعجبني عندهم هو داك النقاش ديالهم هو داك النقاش الحاد بدون عصبيه حتى المدرب واش كيجلسوا واش كيديروا اي تيجاوب على الكبيره والصغيره. تحيه لكل الاصدقاء تحيه لكل المتتبعين. ايوب طوطو تحيه لك اخويا قال لي تحيه لكم من بيزانسون شكرا أنا الاول اليوم دابا انت الاول كوريوز تيوب السلام عليكم خويا اوبري وفخر الدين الروحي والادريسي ايمان ادريسي خويا اوبري نايت صداع العام وتوز دي واجهه المهام خويا ما بان لي يصدع بان لي الامور مكالميه بخير وعلى خير. السلام عليكم نهاركم مبروك ان شاء الله. هذا السي محمد الدلالي عموته ممنوع من تدريب الوداد والاولمبي حسب جريده الصباح. انا ما فراسيش اخويا اللي فراسي انه راه مدرب دابا الوداد وراه هو اللي شاد المنتخب الاولمبي وغيدخل معاهم اليوم الماتش ديال السنغال. قال لك اسيدي الماده 14 تقول لا يجوز للرياضي او الاطار الرياضي ان يوقع اكثر من عقد رياضي واحد في نفس الفتره وما ادراك انه وقع عقدا هنا وهناك. بصح شكون قال لك انت؟ فخر الدين مثال للصراحه تحيه لك حمزه داري الله يكثر خيرك اخويا بارك الله فيك. السلام عليكم وتبارك الله عليكم. هذا امن زوم محمد وتحيه لكم من حدا مسجد الطاهري في بورغون. صحفنا صديقنا ذاكره المدن. السلام عليكم اخوكم الترابي احبكم في الله الله يحفظك الشيخ ديالنا فخر الدين الله يبارك فيك. وراه غلط كاتب لك الشيخ ديالنا فاخر ما كاين مشكل لا فخر الدين انسى لي الطرف الثاني فخر الدين فخر الدين. تحيه كبيره بوغ ليكيب العزيزه علينا. شكرا شكرا لك خويا بارك اخنوش ارحل قادر عبدو عاوتاني تحيه طيبه للاخوان الزوينين والمعقولين. شكرا السي هشام الله يبارك فيك خويا بارك الله فيك. الماده 14 وانت عزيز عليك المسائل القانونيه با اوبري هي راه عزيز عليا ولكن في هذا البلد سعيد واش داير شي كونترا ولا لا شكون اللي قال لي انا واش خدام على حساب الجامعه ما تقدرش تجزم في هذا الشيء. واش عنده عقد هنا وهنا؟ الله اعلم. انا ما على اين؟ خويا منير السلام وسلم على خويا فخر الدين الله يعطيكم العافيه والصحه والسعاده ويا ربي وسلم على الاخت ايمان واحبكم في الله. الله يكثر خيرك. سعيد خلالي شكرا لك خويا. عز الدين برحيليه مباراه المنتخب لا حدت. كيفاش مباراه المنتخب لا حدت؟ المهم ما كاين مشكل. السلام عليكم هن اخنوش ارحل.
هذا واحد اخر اللي دارها. تحيه لكم الاخ منير الاسطوره فخر الدين. حمزه تويكي بغينا السي فخر الدين عطانا قراءه المباراه المغرب والشيلي ان شاء الله. ان شاء الله من الخيمه خرج ميل مولاي صالح. شكون هو هذا اللي من الخيمه خرج ميل؟ عطيني شكون. شي منتخب العطار قال لك اخفاء الجامعه دعوه حمد الله مختومه بشعار الجامعه للمشاركه في اللقاءين الوديين والتي وجهتها للاتحاد وهو موقوف ولم تتم المنادات عليه بعد عودته وتم اختيار وتم اخبار بن محمود من حمد الله. لماذا لم يصرح بها الركراكي في المؤتمر الصحفي؟ ما عنديش اخوانا هاد لي ديتاي باش ما نكذبش عليك. اخفاء الجامعه انا اللي فراسي اللي متاكد منه ان اللائحه الاوليه ديال الدعوات اللي كتوجه للعبه راه كان فيها عبد الرزاق حمد الله. يعني غتكون توجهات دعوه لنادي الاتحاد ان اللعاب ديالكم راه بغيناه. تحياتي خويا منير من دوسلدورف. سي فؤاد تبارك الله عليك. تحياتي ليوسف الفجر تنتا. ياسر قموح ارسل مانشستر سيتي عضوا من فريقه الطبي لمراقبه الروتين اليومي لهالاند اثناء تواجده مع منتخب بلاده النرويج، ويرغب بيب غوارديولا الحفاظ على لياقه مهاجمه. سويفي واش لهالدرجه كاع؟ باش يبقى كلاعب باش ما يكونش شي حاجه ديال هادشي ما يفاجئكش منير. دابا عالميا في هذه الفروق هذه ما يفاجئكش هادشي. مراقبه اولى عندك وحضي راسك هادشي ما لان هما كيعرفوا راسهم بانهم. انت قلتيها كاين توقف ديال كاس العالم ويمكن جميع البطولات تنطلق من بعد كاس العالم. من بعد كاس العالم والمشكله اللي غتكون منير وهو كيفاش غادي يكون المورال ديال واحد العدد كبير ديال اللي رابح اللي خاسر اللي متاليمينا وجا في حاله اللي لعب الماتشات كاملين اللي غيلعب ماتشات كاملين عاد غيرجع. كاين بزاف ديال هادشي اللي ما نهضروش عليه دابا منير لانه باقي الوقت اللي غادي المناسبه نشرحوا بزاف ديال الحوايج. بوملو الحسين قال لي السلام عليكم، علاش المنتخب المغربي ما يلعبش مع المنتخبات الاوروبيه؟ ما لقاش كان الجواب ديال وليد الركراكي قال لك ما لقيناش. قال لك راه كانوا لاعبين ما لقاوش عصبات الامم. هل سبق لي فخر الدين ان واجه منتخبا لاتينيا طيله مسيرته الكرويه؟ واش عنده فكره على الكره اللاتينيه؟ حمزه التويكي كنظن تورنوا الهند لعبتوا مع شي منتخب لاتيني؟ لا لعبنا مع ايران لعبنا، ولكن لعبنا هنا مع فرقي بحال فلامينغو ومع عدد كبير من الفرق يعني كيقولوا البرازيليه اللي كانت كتجي هنايا ك تلعب ماتش اميكال مع الوداد بحال فلامينغو. ماتش اميكال كان صعيب جوج كان لعب معنا الله يرحمه دولمي وحده والبياز. هادو شوف انا نقول اسمي تتسيد حمزه تويكي. حمزه تحيه لك خويا. غير مجرد مشاهده ديال ليزيميناتوار مونير ديال الامريك لاتين كتعطيك فكره. شتي دابا حمزه كنضرب انه الا كان كيتبع معنا المباريات غير هاد ليبرتادورس اللي كتلعب كوبا ليبرتادورس راه غير هادو تيعطيوك فكره على مدى القوه حتى التعهد ديالهم صعيبه مونير. كاين منتخبات ما كتاهلش تحيدها وتجيبها تلعب غتاهل بسهوله ما عندي ما نتسالك حيت الريتم ديالها مساكن تيتعذبوا تيلقى قدامه الارجنتين بريزيل تيلقى جميع المنتخبات اللي ما يمكنش لك خاصك 3 بوان باش تجيبها راك انت كتفرج ودابا كتبقاو حتى 4 الصباح. هاد الجوج هادو راه ولاو كيتمحنوا في ذوك الجولات الاولين ما عندي ما نتسالك كيتمحنوا. فانا كنقول لي ماتشات كيكونوا ديما صعاب. علاش؟ كيتوفروا على ديك التقنيات اللي تحنا عندنا ياك الجرينطا اللي عندك التدخلات ديالهم وديك الحراره ثم ذاك لو ريتم اللي تعودوا عليه يلعبوا عليه في المشاركات ديالهم. ما كيلعبوش بذاك الريتم اللي حنا دابا منير تالما كتبقى تلعب هاد المنتخبات الافريقيه كتقتلك. تصور معايا اغلب المباريات ديالنا ما كاينش هجوم كترتاح كتبقى تلعب وانت حتى كنمشيو لكوب دافريك كنواجهوا شي خصم اللي عنده غير شويه واحد 10% ديال الهجوم. كيفوق علينا مع مصر. لا خلي مصر راه بعدا ديجا الكابون اوي فاش سجلوا علينا المره الاولى جوج لجوج شي منير غير ملي لقينا غير ملي كتلقى غير واحد المنتخب عنده 10% ديال لاطاك وكيخلق لك مشكل كنتعذبوا. اي فوا عاوتاني كنخرجوا لهادشي ديال تونس ولا مصر ولا هذا اللي حنا نورمالمون خصنا نربحوهم لا عندنا الدراري وعندنا هذا وكيعذبونا. وكان كنظن العذاب المبين اللي عشناه هو في الماتش اميكال مع امريكان. لا هذاك عاوتاني علاش مشيتي ليه وانت بعدا ديجا هذاك ما خلاوكش تنفس مشيتي مشتت هما بعدا قراو عليك داروا عليك دي فيديو ما خلاو ما داروا عليك شهاده ديال الناس اللي خدامين تما في امريكا عرفوا كل شيء عرفوا تحاكيمي
منين قالوا لي سير طلع اش داروا لي راه من بلاصتو هما قالوا لي انت اخوي خوالهم السيكتور راه شتي واش داروا. اذا انت غدا ان شاء الله هاد المباراه ديال الوليد فنهضروا عليها ان شاء الله غادي نهضروا عليها ان شاء الله ان شاء الله. فخر الدين مالهم صدعونا بحمد الله كنهضروا بحال كنهضروا على رونالدو وكي ماركي عقليه اللاعب اهم شيء راه عطى الله الكويريه. لا حنا حاجه وحده انا البارح ختمتها بغيت نختمها ونختمها ان شاء الله. الله يرحم والديكم حمد الله ما غيحيد لنا حتى شي واحد سي ان غران جوور غير هو الا كنا اشاك فوا غادي نفتحوا الميديا نتوما لا حنا ونهضروا على حمد الله راه غنكونوا حنا بحال غالطين. نهضروا دابا على اللي كاينين نهضروا على اللي كاينين. حمد الله ما غيبقى دائما سؤال مطروح شي بحال اللي وقع لإيمي جاكي في لاكوب دي موند مع لافا سونتر في كارنيفي كونتونا لا ماشي كونتونا 98 لا ماشي كونتونا ماشي كونتونا منير اللعاب اللي انا كنت حاضر تما كاع وكان دار معنا هو إيمي جاكي وقال لك لي جورناليست ما خلو ما انيلكا وقيل انيلكا انيلكا في 98 انيلكا ولي ما تعزلش. المهم انا كنقول لك انيلكا حتى انا هذا الدوسي حضرت ليه وهضر عليه هو الصحافه ما خلات ما دارت لي وبقات متشبته يعني ما بدلوش الراي ديالهم الى كاع فوز باللقب وجا عنده واحد في هذا وقال لي انا باقي كان هو اللي كيعطيني دواعرين قال لي حنا ربحتي كاين اللي غايقول لك واه ربحتي وسالينا داكشي قال لي لا انا باقي تنقول لك علاش ما جبتيش انيلكا راه كوتا كوتا وديك الساعه كان عنده تريزيغي وتيري اوري انا كنقول المغرب دابا حاليا والجمهور المغربي لا الجمهور المغربي ما حيدش لي العشق ديالو ديال واحد اللعاب راه ممنوع عليا انا وياك ولا اي واحد لا ما تحيدش العشق يحيد العشق للجمهور باغي اللعاب كيبغي لا وباغي المعقول وكيمشي هو بالمعقول للجمهور تيقول لك اودي شوف اللي كيستحق هما دابا كيمشيو بالجاهزيه وكيمشيو بهذا تيقول لك علاش حنا حمد الله ما يكونش هذا الشيء هو اللي قلنا ذاك النهار قلنا ما كاينش اللي غيقدر يجاوب على راسو الحمد لله ملي كيلعب وكيماركي طارد عليك صافي هو كيجاوب على راسو ما حتى شي واحد نقولوا الحمد لله علاش لا راه باين ها انت خصك انا طاكون فوالا على اين حنا انا كنتاسف اللي ما شفتوش في ليكيب ناسيونال حيت الطريقه ديال اللعيب ديالو عطاه الله واحد كيفاش كيمشي وكيفاش كيعطي لي باس غيعطي حلول كيعطي لي زاسيس كيدير هذا انا صراحه كفخر الدين والله العظيم كنت كنتمنى نشوفه في المنتخب هذا الشيء اللي داز ماشي انا ما ندويش على الولايه ديال الركراكي ندوي على ايرفي رونار وندوي على الولايه ديال حيت مع ايرفي رونار قبل ايرفي رونار كان الحمد لله تيتولير مع الزاكي عرفت لا لدرجه نقول لك واحد المقوله الزاكي قالوا لي 11 لاعب وداك الشيء قال لهم ما عنديش لي تيتولير ولكن غنقول لكم كاين الحمد لله و10 اخرين الزاكي غيامن به الزكي تبارك الله كان معاه هداف لا شوف الزكي غيامن به وغادي يعطيه وقت وكل شيء انا اللي بغيت نقول لك كنقدر نشوفه مع ايرفي رونار كان غادي يعطينا حلول كنت غادي نقدر نشوفه في الكاميرون كان غادي يعطينا حلول حيت حنا واحد الوقيته ولينا كنتسناو سميتو حتى انا تقول لي الحدادي نقول لك الحمد لله تقول لي نامبور كيل جوور تما في ديك لاطاك نقول لك الحمد لله تقول لي النصيري نقول لك وي ولكن مع احمد الله غادي يكون حسن حيت نصير غيبقى يخرج في هادو كيطيحهم وحمد الله تجي ذاك اللي زوين ولكن ما راتي الكره هذه الكره حنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام برنامج البطوله فاصل موسيقي ونعود باش نهضروا هذه المره على المنتخب الوطني المغربي في اول خروج امام منتخب الشيلي بطبيعه الحال اول خروج لوليد الركراكي والطاقم اللي معاه. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام تحيه لكل المتتبعين. نقرا بعض لي ميساج. الركراكي قال لك وليد مذكور الركراكي فقد مصداقيته في موضوع حمد الله وما نوصلوش عاوتاني هنا المصداقيه عاوتاني راه كاين غندوه صحفيه وسؤال جواب وهضره. تحيه لكم من سكوتلندا عطاكم الله الصحه على الصراحه والوضوح الله يحفظك وين جيك بارك الله عليك خويا. رامو فخر الدين كنتمنى الركراكي ما يعيطش الحمد لله والله يرحمه والله يهديكم صافي كيفاش ميتمنى ما فهمتش كنتمنى ما يعيطش الحمد لله ما غاديش صافي راه البروبليم راه واقيلا صافي لا انا عرفتي علاش ديجا انت غتمشي تلعب واحد الجماتشات ما بقى لك والو صافي ما كاينش شي حاجه كثير. واحد السيد كيوريوس قال لنا اليوم بلجيكا مع بلاد الغال يعطيت البروغرام قبيله. ثم المصطفى شمروق خويا منير الانجازات المغربيه كانت ولا زالت تقتصر غير على الفرق ولكن المنتخب تبقى علامه استفهام رغم الامكانيات الماديه واللوجستيكيه وخاص السيد رئيس الجمعيه يعرف هذا الشيء. كاين داك المنتخب فوتسال الله يجازيه بخير اللي شويه كيدير انجازات ديال المنتخبات ولكن الشيء الاخر راه خصي تحرك القضيه اعاده النظر في الطريقه ديال التعامل مع هاد الفئات. فخر الدين دابا جات واحد المرحله اللي هي جديده اللي حنا شحال وحنا كنهضروا
كنهضروا على مرحله سابقه، جا مدرب جديد، خرجات لا ليست، الهضره على لا ليست، واش ساعه الحقيقه هي الماتش؟ لا، ساعه الحقيقه ما تكونش هي الماتش، يعني كصوره كدخله ك لا شوف، بالنسبه لي انايا دابا هذه المرحله اللي تولى فيها مدرب وليد الركراكي المنتخب مرحله لن تكون سهله، وكنضرب انا هو حاس بها. يمكن المسؤولين اللي جلسوا معاه وقالوا لي هاجي غادي يكونوا طمأنوا على انك حقا وانت لن تكون مسؤولا يمكن على كاس العالم هذا، ولكن سان بيش با الجميع عندها واحد الراي، والراي ديال الجمهور المغربي راي اخر. الجمهور المغربي ما كيعرفكش بحال دابا، الا جيتي للفرقه بحال دابا عطيتك واحد الفريق في الليل خديتيه تمسكتي به وتوليتي التدريب ديالو، غدا عندك ماتش فينال كتنهزم غادي انت مسؤول، انت مسؤول، غادي الكريتيك ديال الدنيا والدير ينزل عليك. واخا تبغي تجي تواجهني تقول لي بحال دابا انا لا وانا عاد جيت، نقول لك لا سيدي علاش تجي؟ انت كتحمل مسؤوليتك، الراي ديالك انت، هذاك الراي ديالك انت، انت بغيتي تولى تدريب فريق ولا منتخب في واحد الوقت معين، ولكن راه الجمهور اللي كيتفرج والعاشق ديال المنتخب المغربي هذا الشيء كله ما كياخذوش هو بعين الاعتبار. هو اليوم تهضر مع اي واحد ما باقيش تكلم معايا وتقول لي بعد ذهاب واحد وداك الشيء، سالينا من هذا الشيء دابا حنا داز منير. دابا الا غادي تتكلم غاتكلم انطلاقا من غدا، ما بقيتيش غادي تقول هاد اللعابه حقا كانوا لا، بمعنى باش نفهم ما غاديش تربط اي حاجه بشي مرحله دازت. صافي، اليوم المنتخب المغربي غدا مقبل على مباراه وديه ضد تشيلي، اها النتيجه مطالبه من طرف المحبين ولا كيغيروا على المنتخب الوطني شويه الحريفيه ديال الكره، واللي هذا يقول لك يمكن نشوف واحد لي 11 اللي غيدخلوا الاولين كيفاش الشوفه ديال الركراكي الاختيارات ديالو، الاختيارات ديالو الطرف اخر يقول لك واش نقدروا نشوفوا شي وجه جديد غادي يبرز، وهذه كتوقع هي اللي داخله في اللمسه ديالو اللي قلتي ديال اكثر من مره كنشوفوها. بعض المرات تيجول اللي انت كيكون مغضوب عليه ولا ما كتعرفوا كاع ولا ما كتعرفوا وجه ما تيكونش مزيان، كيجي في عهد الولايه ديال واحد المدرب تيولي هذا. اذا هذه كاع اشياء غدا غادي نتسناوها في هذه المباراه ديال الوديه اللي ما غاديش تكون ماشي ما نقول سهله، غتواجه واحد الخصم ومنتخب اللي هو عنيد واللي هو يجيد كره القدم، وهذا نتمنوا على ان الاستفاده تكون مزيانه لينا حنا اكثر من الشيء. راه بالفعل انا راه فهمتيني، هذا الاطار هو اللي كنت بغيت نسولك فيه. هي راه كنقولوا مباراه وديه وعاديه، ولكن هذه المباراه بالضبط كاينه شي حوايج اللي غتخليها ما عادياش. كلها شي هذه المباراه كانت غتكون وديه وتكون عاديه كون باقي واحد اللي قاسر لو بون. اييه اليوم عندنا وليد كلشي غينتظر اشنا هو اللي تغير الوالدين. من بعد وليد من بعد واحد اشنا هو اللي غادي الناس غادي تسنى اشنا هما الحوايج اللي غادي يتغيروا. غتبقى مباراه هي مباراه وديه، ولكن بالنسبه لينا حنا مباراه وديه او ميم طون نشوفوا بغى الجمهور المغربي يطمئن بعض الشيء على المنتخب المغربي، يقدر يقول حنا ان شاء الله بهذه المباراه ديال غدا ان شاء الله يشوف واحد 30% 40% ونهار المباراه ديال باراغواي يشوف عاوتاني شويه باش يقول يمكن حنا غنمشيو لكوب دي موند. زائد انت غادي تفرج في الاخرين اللي لاعبين دي ماتش اوفيسيال اللي ماشي كرواتيا ولا بلجيك. اذا انت مقبل على خصوم ثم كندا اللي غادي تلعب تاهي ماتش قطر. مع قطر حنا هذا هو اللي كيترجوه واللي كيتمناوه الجمهور. كاينه القضيه اللي تقدر تخلق مشكل بالنسبه لوليد الركراكي، هو كيفاش غادي يجيري ديك 31؟ والله الا ديك تنصورك عليها كيفاش غدير ليها؟ واش نقدروا نشوفوا 11 مع الشيلي في لا بريمير ميطون و11 في دوزيام ميطون؟ هذه ما تعطيك والو، وهذه كثير من المرات كطرح بزاف ديال السؤالات ملي كتبدل الماتش كيموت كيتقتل. واش نقدروا نشوفوا فرقه اليوم تقدر تلعب لو طون ماكسيموم ديال 90 ولا 80
75 شوفوا كيفاش يفرق على اللاعبين ونشوفوا عاوتاني فريق اخر ضد الباراغواي قبل الذهاب الى قطر. هذه كلها مسائل المدرب هو اللي غادي يقدر غدا يوضحها لك يشرحها لك ولا ماشي يشرحها لك ولا ما تبان من خلال يعني التشكيله اللي غادي تشوف غدا. واحد السيد عصام عبار، الامتحان غدا هو ثنائيه وسط الدفاع والوسط الدفاعي وتنشيط خط الوسط وهي كل شيء وقلب الهجوم هي كل شيء كل شيء. تاخرنا في تغيير واحد واخا هذا موضوع اخر. انا بغيت تاخرنا انا بغيت نسولك على وليد الركراكي فاش جا قال واحد الجمله ديال انا ما غاديش نبدل مابقاش الوقت تبدا غادي نعتمد على المهم بمعنى غتشوف اقرب 11 اللي كانت مثلا مع وحيد اللي كانت قريبه هي اللي ولكن من هذوك 11 فيهم دابا واحد 4 ولا 5 اللي ما غاديش يكونوا حاضرين غدا. واش اللي غادي رومبلاسيهم داخل في هذيك اللمسه اللي كتقول انت ديال يمكن غير هو كتقول لي ما يبدلش حتى باش تبدل الا خممتي مزيان ما عندكش باش تبدل. الا بغيتي انت كمدرب جديد جيتي للمنتخب شكون هما العناصر اللي تيبانوا لك انت في البطولات الاوروبيه حاضرين وما ما عيطش لهم هو ولا حنا؟ اذا هو بالنسبه ليه انا قال واحد الكلمه داك الشيء ديال وحيد يعتمد عليه اش كيبقى هو هو التوظيف. انا كوحيد يمكن التوظيف ديالي ولا كومينيكاسيون اللي كتمر ما بيني وما بين اللعابه الفيستير لو بون دو توش بزاف ديال العوامل كانوا كيبينوا كاين وقت تعصب حتى داخل يعني رقعه الملعب ما كاينش هناك واحد التجاوب كاين شي غاضب على شي ما باغيش الطريقه اللي لعب بها وسمعنا سايس فاش كان قالها في وبونو تا هو بونو فاش قال لك اودي كاين شي حويجات هذا نتمناو ها باش مزيان دابا القرب ديال واحد المدرب اللي عاش هنايا وكيشوف المنتخب المغربي وديجا لعب غادي تكون عنده هذيك ما نقولش اللمسه عنده ديك القضيه ديال اللي يكون غيكون قريب من لي جوور وحتى داك الجو اللي غادي يلعب تيكون عنده شويه تخوف تيقول بالنسبه لي انا سير لو بون كاين كونيسور وهاد الكونيسور الا كانت عنده يعني الجراه وما عندوش الخوف من اي لعاب وكل شيء سواسيه ما يخافش. علاش؟ الا عندك شي حاجه ما تعطيني مرحبا اما تحضر بالاسم حيت كاين منتخبات الحضور بالاسم ما بقاش مونير كي ما عنده باش ينفعك. نجاوب واحد السيد المهدي امغار تحيه لك على الميساج قال لك المهدي من واشنطن الله يحفظك ما شاء الله عليك تحليل احترافي عفوا تحليل احترافي وموضوعي اتمنى لكم النجاح. سؤال الاخ فخر الدين قال لك كلنا نعلم ان الشيلي غير متاهل كاس العالم واش كتظن انهم غيلعبوا بنفس الحماس لو انهم تاهلوا؟ غادي الشيلي كنظن ما بالنسبه ليا منتخب اللي كيف ما لعب معك غادي يلعب معك بطريقته الخاصه اللي هي ديالو. اشنا هي اللي قلنا حنايا هي ديك الوان تو التسللات يجيب لك دي فوت يكون بزاف ديال الحويجات اللي غادي يمحنك فيهم. هذه القضيه ديال مونير ديال كل شيء كيتحرك داخل الملعب الكرات اللي كيطلبوها في العمق انت عارفها عنده كثير هذيك كيعطيو دي باس مونير ما بين يمكن يقدروا يبينوا عيوب المنتخب الوطني اي فاي كانت في لا ديفونس ولا في هذا مزيانه الوليد. ثم واحد الحاجه بالنسبه للحماس تاهلوا وما تاهلوش هما الروزنامه ديالهم ماشي بحال ديالنا حنا في افريقيا هما عندهم حيد بعدا اقصائيات كاس العالم في عامين كدوز مشكله دوك تسعود كيلعبوا مع بعضياتهم غير كيساليو كاس العالم كوبا امريكا سالي كوبا امريكا كاس العالم يعني ديما هما زائد اللاعبين اللي كيتوفروا عليهم اللي كاينين خارج يعني ديما هما لا عندهم لاعبين اللي كيمشيو يتمحلوا في بطولات اوروبيه كيتمحلوا بزاف يعني ما عندهمش هذا الوقت ديال واش غيكونوا متحمسين ولا متحمسينش غايلعبوا معاك وغيلعبوا معاك علاش كيدافعوا على الشخصيه ديالهم ايه هما غاديين عندهم واحد الاوبجيكتيف تاعهم شخصيتهم انا الشيلي يا مونير انا غدا انا الباراغواي غادي يكون ماتش راك تسمع اميكال راه اميكال غادي نسقسيه سميتو كريم ياك ولا من واشنطن المهدي تحيه لك خويا. ناخذ واحد الفصل الاشهاري ونرجعوا نجاوبوا صديق ديالنا المهدي بوليد على شادا اف ام.
تحية لكل الأصدقاء المتتبعين وأنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شدا اف ام. جاوبنا على السي المهدي. لا حيت بغيت نقول السي المهدي نقول حيت هو هضر معايا على قضية الشيلي أنا تنقول بأنه أي مباراة ودية هو إذا كان كيلعب الكرة ملي كتمشي تلعبها بعضياتكم في لاصال ولا شي حاجة كتكون مقصر ياك ما وكاين باغي تربح وكتبغي تربح وكاينو تصدع أكثر من مرة أنت كتضارب وهذاك تيضارب. إذا بغيت نقول ليه المثال بغيت نقول ليه هو راه ما كايناش مباراة ودية أصلا راه مباراة ودية كتقال غير في من ناحية العنوان أما داخل الملعب مباراة أنا كنبغي نربحك وأنت كتبغي تربحني تيكرهوا بأنه البرازيل دابا مباراة ودية ضد غانا لا نجي أنا كمدرب نقول لهم اسمعوا هذه راه مباراة ودية ديروا فيها اللي بغيتوا وخسروا فيها بتسعود ولكن راه ملي غادي الطابلو واش غادي يعطيك؟ سكور والتاريخ النتيجة فيما غادي يكون نهضروا واش غيقولوا؟ خسرتي ولا ربحتي ولا خسرتي واحد النهار مع غانا بثمانية لا ميم شوز مع تونيزي إذا هذا الماتش ديال الشيلي مع المغرب ماتش أوفيسيال راه العنوان ديالو هو ودي ولكن غير ودي. نجاوب عاوتاني السي الحيمر كريم. الحيمر كريم كاتب ليا تكيسوا على الركراكي وشجعوه واش حنا بنا لك بعض الناس دابا كيقولوا لنا حنا واش دابا شي على مشكله لا ماشي هكاك دابا السي الحيمر الا كنتي كتصنت معنا بالصح من البرنامج راه ما كلمه وحده صغيره ما تقالش في حق وليد الركراكي وباقي ما عندنا ما نقولوا عليه. هذا السيد دابا اللي صيفط لنا المهدي من امريكان قال لك تحيه للشرح اللي كان موضوعي أيه. حنا قلنا المباراه ديال وليد الركراكي المحاسبه دابا ما خصهاش تكون غادي يمشي عنده مباراه جوج ديال الوديين كيفاش غيجري ديك 31 هذا الشيء كاين هذه اللغه ديال تكيسوا وهذا الله يرضي عليك اخويا الحيمر ما عرفتش لاش ديالك شحال الله يرحم والديكم شويه ديال بنادم شويه يتعلى ويتقاف ويكون عندنا لغه انا بعدا هضر راه ما فيش هذه اللغه ديال نحقر على هذا ولا ندير هذه راه ديما نبقاو دائما موضوعيين منير اللي كيستاهل شوف كيف كنت كنتكلم على واحد غنتكلم على وليد ما بينهم مشى وليد غدا جا واحد اخر غنبقى نتكلم باللغه ديال الكره بالاحصائيات باش درتي وباش عطيتي ماشي حيت هذاك واحد كان حيت اترونجي راه كنا كنشرحوه نملحوه حيت لا على حساب داك الشيء اللي كان كيدير وماشي كنا كنهضروا عليه وما حيدناش كل شيء وماشي نهضروا عليه زوين ومن نهار يقولوا لنا غير عطيوه وما حيدناش لا احنا ما كناش كنديروا وحاجه اخرى وما عمرنا ما غادي ما حيدنا ليه بانه النتائج ديالو راه كانت مزيانه العرض ديالو والخلاف ديالو مع اللاعبين ومع رئيس الجامعه هادو هما اللي خلاوه يرحل شتي واحد كون عايط المزراوي وزياش وكان كيجلس معاه شتي كون كان كيقدم غا بان لك واحد الشكل ومباراه مزيانه ما كاينش كاع اللي غيتفكر وكان كان كيشكر سميتو القجاع وتيجلس معاه حتى هو وكيدير ما عمر واحد ما كان غادي يمشي باش نشرحوا للناس واضحات واحد راه نهار اللي تكاليف في لاكوب دي موند انا وياك خدامين هنا المغرب كله خرج اييه ومن موراها واحد هو المدرب هو اللي غادي يكون هو اللي غادي يدير صافي ها هو ما كاينش اذا انا غدا راه كنقولوا حنا المنطق ديالنا كيفرض علينا لانه اي واحد جا لواحد المنصب كتعامل معاه بالمهام ديالو هو كشخص كيبقى هنايا انا كنهضروا حنا كمدرب كنحيد ليه البدله ديال شكون هو وفين زايد وولد من ولا الصداقه كلشي هادشي ما كاينش ما نحيدوه انا كنلبسوا الثوب ديال المدرب ديال المنتخب الوطني اذا خصني ندير الكريتيك ديال مدرب المنتخب الوطني مع الاحترام ورا الاحترام راه لا بد باش السي الحيمر نقولوا ليه هادشي باش ان شاء الله ما عرفتش يمكن السي الحيمر حيت مولفين شي خطاب بواحد الشكل نتوما فين بحال اش لا يمكن شعل الراديو تا معطل وهذا يمكن هادشي اللي كاين الشيلي محك حقيقي محك حقيقي وكاين واحد الراي اخر ديال صديقنا السي حمزه قال لك منتخب الشيلي يشهد نهايه جيل وبدايه جيل جديد اظن انهم سيلعبون على اساس مباراه غيزون دو بلوس الا كانوا يمشي جيل وغيجي جيل اخر ما غاديش يدخل يتفرج ولا يقول لك راه مباراه وديه غيدخل باش يكونفيرمي على انه هو اللي كيستحق يكون في جميع الحالات حنا نتمنوا الفريق ديالنا حنايا هو اللي يكون غير تشوف شي حاجه تشوف ملامح ديال انا عندي واحد السؤال هنايا اللائحه ديال 31 فيها 80% من التركه القديمه كاينش الجديد لو ستاف تكنيك مشى شنو كيف السؤال اللي كنسولك على الفريق شنو المسؤوليه دابا ديال اللعابه المدرب اللي كنتو مثلا شي وحدين كتخباو من وراه راه
ما كيلعبكمش ولا هو قبيح ولا هذا راه مشى جا ستاف جديد. شو مسؤوليه اللعابه دابا فهاد المسؤوليه؟ والو باينه واضحه غادي ندير 11 ديالي غادي ندخل الفيستير كندير سبيتش ديالي اللي كيديروا جميع المدربين كنتكلم باللغه ديال الكره فوالا انت هنا هذا هنا انت شلسك دير وانت ما شلسك دير وكندخل للتيران اي فوا ما كتطبقش ليا داكشي اللي بغيت انا شونجمون نقدر نعطيك 20 30 دقيقه شتك ما كاينش ولا هذا كندير خصني نخير من شي واحد يقول لك هذا 90 دقيقه وما عطى والو وما خرجش كنتي كتسمع بزاف هذا ما كانش خصو يلعب بزاف هذا لو بوست ديالو ماشي اريير غوش انا اريير دروا بزاف هذا سي با اناكسيال علاش دخلتي ميلو تيران اذا انت مدرب اش كدير كتولي تلعب بالا ولا كنقولوا واحد زائد واحد جوج هي اللي كتطبق ابري الى جا الغلط ما كاينش مشكل كيقدر يجي الغلط كيجي نسبيا ما فيهش ضرر كثير امتى كيجي الضرر كثير الوقيته اللي كتكون الفوضى العشوائيه وما كاينش السيستيم دو جو دابا لابلي انا نعاود نكرر لك باش ما نبقاش انا هذا الموضوع ما بغيتش نبقى نطول فيه باش نكونوا شويه مزيانين مع راسنا ومع هاد الانتظار ديال الجمهور المغربي اليوم لهاد المباريات الوديه اللي غيكون جوج بغاو يشوفوا بحال دابا ال11 اللي غادي يدخل ويشوفوا شويه ديال الكره انا ما غاديش نطلب كثير لان السيد يلاه جا شنو شويه ديال الكره هادوك الفرق اللعابه اللي هضرت عليهم حتى اللي كانوا مع واحد وكانوا واحد شويه ما كينغموش نقدر نقول بانه الركراكي بصم على شي حاجه مع هاد اللعابه وعطاهم واحد لو سيستيم دو جو باش كيلعبوا حنا عارفين وليد تبع الوداد كان تحفظ كثير في اغلب المباريات وي قليل فاش كي مي وتيقول نقدر يبين لك شي لعابه في فوالا تيقول لك انايا هذا لو سيستيم جوج شحال مرتي ذكر مع الصحافه ومع الناس يوم وي ما لعبناش وربحنا هذا سيستيم دو جو اللي كيوكل لك الخبز هذا سيستيم جو عنده الزهر لانه دابا كون كانت لا كوب دافريك هذه الكلمه ما تكونش مقبوله على الجمهور لان الاصل الاول اللي مشى على قبل هذه القضيه هذه كان كيربح وما كيقدمش عرض اذا الزهر اللي عنده وليد هو انه غادي يمشي يلعب دو ماتش اميكو وثم غادي يرحل القطر ما عندوش وقت كافي حيت جوج ديال المباريات غير كافيين بالنسبه للوليد باش نكونوا معقولين جوج اللي كاينين دابا حيت 31 لاعب حيت 31 لاعب صعيبه باش صعيب يشوفها كلها صعيب تشوفها كلها هذا هو اللي كاين صباح الخير عليكم سي منير والعزيز فخر الدين هذا يونس العيرج و سي فليكس فلتر قال لك اسيدي راه كيهضر على حمد الله هذا كيجاوب شي واحد اخر من الاصدقاء ديالنا وخليكم الحمد لله صافي خليكم الحمد لله وليد هو المسؤول الاول والاخير على الاختيارات وي ما كاينش اللي غادي والمنتخب اتمنى من الجمهور تشجيعه وكفى من الكلام على حمد الله المغرب راه يعطيك الصحه المغرب راه غادي شوف المغرب راه كيشجعوا المنتخب ديالهم في السراء والضراء راه حتى هذو اللي كيهضروا على حمد الله انا كنهضرهم لا هضرهم ما يرضي عليك هضرهم حيت ملي كتكون عشتي الظلم في مراحل ديال الاختيارات وداك الشيء ضروري كتنوض الا عندك الفرصه ديال ريزو سوسيو لا انا شوف يخليو عليهم هذا الجمهور يخليهم يعبروا على الراي ديالهم راه الشيء اللي قلت لك انا وعموتا يجب عليه الفصل بين المنتخب والوداد وما ادراك ما الوداد تحياتي وشكرا شكرا لك خويا واش هو اللي عليه الفصل انا كنت سعفوني والله العظيم هذا الموضوع هذا مطروح على جوج الناس لا اقل ولا اكثر إيه. ها باش مزيان تخرج تفصل في واحد خرجه اعلاميه ما كتطلبش دقيقه السلام عليكم وعليكم السلام انا المسؤول فلان الفلاني ها انا اللي طلبت انه اللي بغينا وها اللي بغينا وها اللي بغينا باش كل شيء كيسكت صافي دابا المشكل اللي كاين الصمت شي كيقول بان راه القجع هو اللي هذا شي تيقول راه نصيري شي تيقول راه عموت راه باغي شي تيقول داك الشيء ما مفهومش وما واضحش الله يرضي عليك وبالعكس كنا كانوا ساكتين دابا اللي خرج صرح كيعطيك شي حاجه لهاد الشيء بعيد على كاع بعيد على هادشي اللي كتهضر لان رئيس الجامعه قال لك لا ما بقاش بالتاكيد ما بقاش منتخب محلي سي عمو تايم مشي ركز مع الوداد ديالك هادي تقالت لهم اشنو اللي وقع غدا وبعدو الله اعلم
تحياتي كابتن فخر الدين والسي منير كيسلم عليك حميد الودادي من حي حسان ديما الجيش الملكي. الله يبارك فيك خويا. هذا يوسف الزعري الجابري. شكرا لك اخويا بارك الله فيك. واش كاين شي اخبار على حقوق بث كاس العالم امين الرجاوي؟ كنظن انه كيف العاده كاين كيف العاده مباراه المغرب المباراه ديال الفريق الوطني المغربي على القنوات الوطنيه كيف العاده في انتظار تما شنو غادي يكون لان كيلقاو صعوبه حتى باش يتفاوضوا مع ديك القناه الاخرى. من غير هذا كاين القناه راك عارف اللي عندها اللي عندها الدروا اللي عندها الدروا لا باللغه العربيه ولا بلغات اخرين كلشي يان وليد. الفوز على الشيلي كيف ما كان غادي يكون حافز معنوي ودافع للاشتغال بكل هدوء. اما عن جمهورنا فالغالبيه تنتظر في الزقاق الضيق الله يسمح لهم ماشي كاع الاغلبيه كاين ولكن الفوز مزيان معنوي ما اكثر من هذا. انا متفق معك انا متفق معك سيمونير. شوف مثال الفوتسال المدرب المغربي ناجح فيه لانه السوشيال ميديا ما كتعرفش اللاعبين وبالتالي ما كاينش اللي غايقول ليه علاش عيطتي على هذا ولاش ما عيطتيش على هذا. لا هذوك شتاغلين المدرب خدام فودو رساله وصلت الله يعطيك الصحه. تحيه للناس ديال الفوتسال. كاين الطاهري مروان قال لك واحد طليبه بغيت شي حلقه على النادي المكناسي المنسي اعلاميا وانت ولد الدار السي فخر الدين واهل مكه ادرى بشعابها. الله 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 وانا خدي اشتغل عمري ما نسى هذيك المرحله. انا كنقولها دائما وكنكررها للناس ديالهم للمسيرين جمهورهم لاعبين اللي دوزنا معهم ومدينه ما كتستحقش اموني فرقة تبقى في الهوات. انا بعدا عندي واحد ذاك الملعب اللي عندها ملعب الشرف وذاك الجمهور ديالها اللي كتوفر عليه. شوف منير كيوقعوا اغلاط وهاد الاغلاط ما كيوقعوش ما كيجيوش دان سولكو. دابا راه جبتي واحد النقاش وانا نعطيكم نختموا واحد المره غادي نتكلموا على هذا. دابا اغلبيه ديال الانديه ملي غتبحث عليها كيفاش نزلت الهوات غادي تلقى بانه بداوا في القسم الوطني الاول بدات النتائج الكلاسمون 11 12 13 11 12 13 واحد مره وثاني 14 كان 16 وانت غادي كتفلت من المخالب ديال النزول. انت راه هذيك الساعه راه بحال الله يستر شي مرض وراه فيك وانت ما عايقش ماشي ما عايقش عارفه ما كتداويش غير كتهملو الله يعطيك كتنزل دوزام ديفيزيون ما كتشتغلش كتنزل هوات كتقول حنا دابا في دوزام ديفيزيون حنا فرقه كنا في بريمير ديفيزيون لا داعي انا راني غادي ندير وغادي كتمشي عاوتاني في نفس كتبقى 8 9 10 9 10 8 كتنبعك شويه ديك الاكسبيريونس دوك اللعابه الموارد الماليه ما كتبقاش المدخول ما تيبقاش الناس المسؤولين اللي كيكونوا عاشقين ديك الفرقه واحد عدد كبير كيقدم استقاله ما تيبقاش كتولي 15 انت وليتي انت وليتي في الهوات. ملي كتطلع الهوات ملي كتوصل انت غادي وكتخبر السبب ديالو حيت غلط اللي كيسحابوا فرقه مع الصباح كتفيق وكتنزل مع العشيه. لا لا اليوم الامور اصبحت صعيبه بكثير. فقبل ما نعلن على التوقيت حاليا قرا واحد سي عز الدين برحيليه قال لي انت صحفي كيسولني راه النصيري خرج الصحه الرسميه ووضح الامور وحنا بخير الحمد لله في الصف الاول وشكرا وشكرا لك سي عز الدين برحيليه الله يكمل بخير. الساعه الثانيه باستوديوهات شادا اف ام دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شادا اف ام. تحيه لكل الاصدقاء نذكركم موعدنا معكم بدايه من الساعه الثانيه والنصف مع جوج ونص الرقم الهاتفي. اذا بديت شويه جوج وربع جوج وربع؟ نديرو سيدي جوج وربع نديرو ما كيكفيناش الوقت نديرو سيدي جوج وربع باش نتمتعوا مع الناس. انا عزيز عليا نتصور مع عباد الله انا كاين شي ناس سيدي ما نرد في وجهك لا الناس انا كنبغي شوف ما نبقاوش حنا كنبقاو نحضر حنا اللي كنعلموا من هذوك الناس اللي كيتصلوا بينا يمتعونا حتى هما بالتدخلات ديالهم الزوينه راه هذا هو البرنامج. مرحبا الا كنتي نهضر مع جوج الناس في قسمين المكانه وما يكونش الوقت ما نستافدوش لا انا انت منير لا الناس. الله سيدي ما نرضى انا داني داء عندي اللي كيسمع ليا دابا الله يرضى عليكم عيطوا لنا عطونا الى عندكم شي حاجه على الكره جوج وربع بغيتو كاع حتى لوحده وربع دنيا جوج وربع حمزه جوج وربع جوج وربع اذا من جوج وربع بقى لكم 10 ديال الدقائق بعد الفاصل الاشهاري ديال 15 ان شاء الله. الرقم الهاتفي 0522 36 05 36. واحد السيد قال لك اودي راه الوقت اللي درته ما سلكنيش باش نتفرج في البرنامج. لا عليك صبر معنا الله يصبر شوف صبر معنا راه مزيان ونعاودوا مع الليل مزيان وقت الغداء. لا هو على الغداء مزيان عليه الا بدا مع الوحده ما عادش كيدخل هو كاع الخدمه الجوج قال لك لا حيت كاين اللي كيخدم تبارك الله لوري كونتينيو
مهم الا كان راه ماشي كلشي المغاربه تيخرجوا معاه مهم الا كان غيتغدى يتصنت لينا وهو كيتغدى وحنا نتمنى. شكرا ليه مسكين. تحيه لك اخويا تحيه لك. هذا شكون هو توقيت بلاتي هذا اجنت ساراو في كندا. احنا نجيو اخويا والله العظيم مكرهنا والله العظيم بغينا الفيزا ونشوفوا كسيد كندا. سي فخر الدين عام البارح انا غنجمع لك واحد ثلاثه ديال الفراقي في باك واحد والموضوع هو واحد. الموضوع هو في الوقت ديالكم انتوما كان ما يسمى بالتكوين ديال لعبة كره القدم مقتصر على ليكول. لا ماشي ليكول هذاك ليكول الملعب ما تقولش ليكول مدرسه الفريق الفاشل الصغار الملعب عاد لي كاتيجوري هالمينيم هالكادي هالجنيور كانت الامور غاده. من بعد سبب قال لك ما بقاوش اللعابه كيلعبوا في الزنقه وداك الشيء غادي ندوزوا لا فورماسيون تكوين الحاجه اللي في المغرب باقي عندنا داك الشيء قليول ومره مره كنهضروا في المغرب على بناء مراكز التكوين والاكاديميات وداك الشيء مزيان. فهاد الثلاث ايام الاخرى كانوا ثلاثه ديال الخرجات اعلاميه. البارح كانت خرجه اعلاميه ديال الرئيس دراجه في قناه ابو ظبي كيهضر على افتتاح الاكاديميه اللي افتتاح الاكاديميه دراجه اللي كاين في هاد الاثناء هي كتفتتح. كانت خرجة أخرى ديال رئيس الوداد سعيد الناصري في الصفحة الرسمية ديال الوداد وبرافو بعدا على إطلاق الصفحة الرسمية ديال الوداد واللي بدات كتشتغل وهكا غتكون الصفحة قريبة من الجمهور ديالها مزيان برافو. هضر على لو سونتر ويلنس اللي في ملكية الوداد من شحال هادي وباقي ما بداتش فيها لا فورماسيون قال بأنه في نهاية هذا الموسم الأشغال وداك الشيء. قبل منهم كانت خرجة ديال السي إسماعيل الجامعي رئيس فريق المغرب الفاسي اللي هضر على انه تم اخيرا اقتناء قطعه ارضيه في مدينه فاس بالمبلغ كذا كذا بشراكه هذا واللي فيها غادي تبنى مركز التكوين. انا بغيت نسولك فخر الدين واش هذا الشيء اللي قالوا هاد الرؤساء المحترمين كاملين يعني هاد المشاريع واش تستحق اننا نسميوها انجاز وبرافو وداك الشيء؟ لا هو دابا هذه راه 2022 امولي تم مقبل على 23 ما بقى لها والو. راه خصك تقول اشنو هو السبب اللي خلانا معطلين حتى لهاد الوقيته. السؤال اللي خصك توضعه منير اشنو هو السبب اللي خلى المغرب الفاسي والوداد والرجاء وعدد كبير من الانديه ما بقاتش كتوفر على 25 لعاب ديال المدينه. كان عندك واحد الوقيته بونو فتاح وخراق وعدد كبير من الاسماء اللي كنوجه لهم التحيه ها الكزار ها التازي ها الهزاز الله يرحمه وعاد الامس القريب وكتجي للوداد لا ميم شوز كتمشي للرجاء. السؤال اللي خصك توضع على هذه الانديه المغربيه كامله ولا هذه الفروق المغربيه هادو ثلاثه اللي كنهضر عليهم غير هادو. انا كنقول شنو هو مركب هو كان خص يكون ضمن الاولويات اللي خصها تكون في سميتو في الكلوب في الكلوب خصوصا ملي كتكون انت ان غران كلوب ان غران كلوب اللي انت اللي كتلعب على الشلون افريكا انترناسيونال كتشارك في لاكوب دي موند ديال الفرق اللي سميتو عندك بزاف ديال اذا خصك تخرج من ذاك الاطار ديال الفرقه الملعب هنايا وليكيب بريمير كاينه هنا معاها كاع لي كاتيجوري ليكول كاينه الاربعه وكاينه السبت ويمكن تكون لحد الصباح وليكول نورمالمون ملي كتقيد الدراري انا خدمت فيها كتكون توتا سومين لان كتمشي مع الدراري على حسب لومبلوا دي طون ديالهم. بحال ملي كتجي تقيد الوليد ديالك كنسولك انا في الاداره اشنو هما الاوقات اللي عنده خاويه واش الوزير ولا ليليت؟ الوزير 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 ما كاينش ليليت باقي ما وصلتيش لها كدير الوزير كتقول لي عندي اثنين في العشيه اش غتكون عندك في الصباح ولكن كنتو في الوداد كتنقيو من ليكول اي هو ليكول شنو انت كتنقي ليكول هو ملي كدير سبور الوزير او ميم طون كيبان لك الدراري اللي كطيح على شي كويريه اللي كتهزو وكدير لهم دي ماتش شاك ديمونش بتوصيه من الاداره ومن دوك المدربين ديال الفئات دوك الصغرى وكتقول لهم خذ لهم ماتشات باش يلعبوا باش كيكون احتكاك ومن تما كتقدر تاخذه وكيطلع للمينيم. فهمتي؟ هنا كان عندنا مشكل. انا عشت هذه المرحله في تيران الوداد كاين دي بارول اللي كيجيو عندك تيقول لك اودي علاش انا ولدي ما مشاش مع هذا مع هذا المينيم كتقول اودي لا راه انت كنتي كتخلص راه سبور الوزير ما يمكنش لك هادو الدراري اللي خدوهم يعني على اساس كيترجاو فيهم
كاين كاين الكره والوزير باش نشرحوا حتى للمستمعين اللي ما عاشوش ديك الفتره. انت اللي كتقيد كاين مثلا الدراري كتخلص عليه كيبغي الوداد كيبغي الرجاء كيبغي الماس كيدخل ليكول كيلبس التوني كيدير له الوزير كيلعب الكره كيلعب هادو كاين دابا راه كاينه دابا الورايم كاع سمعت ان اثمنه ولات شويه غاليه وصلت 5000 درهم 6000 درهم وهذا الوزير الاغلبيه الساحقه ناس فقراء ولا الشعب كيف كنقولوا حنا صعيب مسكين تعطي 6000 درهم 6000 درهم نورمالمون خصك الزوج تقيدو في مدرسه بريفي يقرا يقرا يمكن غادي يستافد اكثر واش فهمتي اش بنقول لك فما بالك على انك تخلص عليه في الكوره انا كنتمنى اذا كانوا كيسمعوا لي الناس ديال سميتو يديروا شي حل يلقاو شي حل لهذا لان هذا مشكل انا كنعيش يوميا مع الناس كيعيطوا لي تيقولوا ودي ولدي وهذا ولكن ما عندك كيدير حتى الرؤساء دابا ما بقاش عنده الحق يقيد اكثر من واحد العدد لانه كيقول لك فهمتي اغلبيه الساحقه دابا الرؤساء هما اللي ولاو كيتكلفوا وما بقاوش كيخليو داك الشيء للاداره فهمتيني اش بنقول لك ما علينا نرجعوا للقضيه ديال اليوم هذه القضيه اي واحد غادي يدير شي مجمع ولا سونتر دادا راه شي حاجه اللي خصها تكون عاديه غير حاجه واحده خص يكون اشتغال بعدا خصها تشتغل تكون بينيفيك بحالاش ماشي غادي نسمع انايا واحد سونتر دو فورماسيون ومن بعد ما بقاش نعرف كاع اش فيه سونتر دو فورماسيون مونر كيبغي ديريكتور تكنيك ديالو بوحدو ديتاشي على ديريكتور تكنيك اللي كيكون في اصلتي ديريكتور ديال السونتر اصلتي لا مزيان وقف معاك في هذه القضيه هذه كيبغي الا غادي دير اش من بروفيل الا غادير لا كويزين راه لا كويزين ما سهلاش الا غادي دير دي شومبر وغادي دير وغادير راه خاصك واحد المراقب تما يكون لان من اصعب الامور اللي كتوقع داخل هذا الشيء وهو الوليد ملي كتخرجوا من عند باه ومو وكتجيبوا لواحد البلاصه وكتسد عليه وكتخليه يتعلم شي حوايج اللي انت ما كتعوش على بالك عندك شي واحد يبغي يقول لنا لا وحقه وهذا الشيء راه معموره وكنا درنا برنامج في راديو مارس واتصلوا بنا دي بارون وعاودوا لينا انا عندي جاري عنده ولدو تما من قوس السميه ديالو كوايري تبارك الله وكل شيء حتى هو كان كيعاود لي داك الشيء ما عليناش إذن هذه المسألة هذه إلا بغيتي ندير سونتر دو فورماسيون المقومات ديالو بالمؤطرين ديالو بروفيسيونيل منين غتجيبهم؟ شوف المؤطر إلا كانوا بلي ديبلوم اللي كيتوفروا عليهم دابا واحد عدد كبير ديال شوف راه ما كاينش عفرقة قسم الوطني الأول والثاني والهوات هاد أونيفو ديجا إلا عندك أن ديبلوم واش كاين تخصص؟ وصلت ليا عندك ديبلوم شوف ملي كتكون كدوز وكدير وكتقرا راه كيكون عندك ماشي تخصص عندك درايه لا بلاتي نوقف معك الله يحفظك واش غير يكفي انك عندك دابا كنهضروا على التاطير في هذه المراكز يكفي عندك ديبلوم وكذا كذا وانت ما باغيش باغي تخدم لا خمسين لا 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 موني خصك يكون عندك القاري على هذوك الوليدات الله يرحم الوالدين خصك يكون عندك حب ولادك هذوك خصك ملي غادي تمشي غير هو هذاك الشيء راه ماشي اليوم شهر شهرين ها هو الموني لونكادر مشى دوزيام عاوتاني لا راه ماشي هكا تخدم شي لا كاتيجوري عندهم اكس غيبقى اكس اختصاص ديال الاكس كيعطي الايكغيك وانت غادي راه هكا خصها تكون الامور اما غير غنفتح واحد سونتر ديال فورماسيون بسميه وصافي وخاوي ولا تقدر تعلي ليكيب بريمير نسد عليها تما تبقى تريني بوحدها وندير ما استفدتي والو حيت انا بالنسبه ليا مجمع بداك الشكل ما خصنيش ندافع فيه على داك الشيء اللي خسرت فيه وداك الشيء خصني نلقى فيه القيلات ديال الكره خصني كويري يخرجوا ليا من تما هذا هو الهدف وحاجه اخرى باش غيساعدك هذاك لو سونتر دو فورماسيون غيساعدك انت على اقتناء لاعبين من انحاء المغرب واحد عدد كبير ديال الوليدات زوينين في الكره انتقاء صحابني اقتناء غادي تريكروتي انتقاء يعني غادي لا بروسبكسيون ياك انتقاء فوالا كنجيب دراري بعض المرات ما كنلقاش عندي وليد انا مزيان تيقول لك با انا بغيتو يمشي ما عندوش فين يبات ولا فين يقرا وفين يبات هذه غتعاون الفراقي اللي عندهم السونتر دو فورماسيون غنجيب الدري عنده لي كاليتي كويري كيبقى انا خصني نتكلف به من ناحيه التمدرس ومن ناحيه الاكل وكنخليه تحت السيطره ديالي
واخا انا مازال عندي واحد الملاحظه على هذه الاشياء اللي ذكرت لك، لا ديال اكاديميه الرجاء ولا ديال السونتر ويلنس الوداد ولا ديال المركز ديال المغرب الفاسي. ناخذ واحد الفاصل اشهاري بعده. مرحبا بالمكالمات ديالكم على 05 22 36 05 36. خديناكم اليوم مع جوج ربع نزولا عند رغبه الكابتن فخر الدين. الله سيدي ما نرضى فوجك بالله. علاش نرضى فوجك؟ الله ما نرضى فوجك. علاش امون؟ صافي انا ما كترضى فوجك. ما نرضاش. الله عطيني شي حلوه هذيك وسول حمزه. فاصل اشهاري ونعود. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام. تحيه لكل الاصدقاء. رقمنا الهاتفي 05 22 36 05 36. بريمو قال لي السيمونير قرب لما تضحك. الوداد يواجه الاولمبي يوم الثلاثاء بمركب معموره اللي المدرب ديالهم بجوج هو عموته حيمود. غادي يلعب ميطا هنا وميطا هنا. الشيء هذا مشكل. لا اش من ثلاث؟ لا غادي عندهم ماتش امريكان مع السنغال. لا 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 الحد الحد اللي عنده ماتش امريكا مع السنغال. مع لعبه الوداد قريتها انا ما فراسيش اذا كانت ثلاث. مزيان فيها خير. اقسم واشهد. الله يكبر بك ود السي عبد المنعم شفيق. شكرا لك. اما فخر الدين فهو فخر لدينه ووطنه و الله يبارك فيك ومحبيه. الله يكثر خير. الله يحفظك السي عبد المنعم. شكرا لك. بارك الله فيك. حشمنا. ناخذوا معنا السي تهامي من فاس. والله العظيم الا جابك الله جابك الله السي تهامي. مرحبا السي تهامي من فاس. اهلا خويا موني. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. كل شيء بخير. تحيه لك خويا موني وتحيه بيان سير السي فخر الدين. الله يبارك فيك اللي عزيز. فاش جابني الله خويا امر جابك الله. كنا كنهضروا خويا راه المدارس على مراكز التكوين وسمعنا شي قطعه ارضيه الله تعلن فاس من عند الماس بلي راه تشرات ما تشرات. واش الحديث على قطعه ارضيه ولا انجاز؟ زعما انا كنهضروا يلا غيدار فيها سونتر الرجاء تشتين الاكاديميه. واش تشتين الاكاديميه انجاز ولا خصها تبدا تخدم عاد ديك الساعه؟ واش الاعلان ديال رئيس الوداد راه صافي السونتر غيبدا الخدمه واش هذا هو الانجاز؟ ما هادشي اللي كناقشوا. قلنا زعما شنو لو كونتوني؟ داكشي علاش جابك الله السي تهامي من فاس باش تهضر لينا. خويا خويا منير ملي سولتيني هذا السؤال تنخاف فخر الدين طلع له في راسه لحقاش الهضره تاع الماط والاكاديمي راه تبقى حتى للخمسه د العشيه. ماشي مشكل فهمتيني. لا 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 علاش بدك شي ديال الماط سوف سوف ان شاء الله وعاد تكون لحقاش هذا الشيء سمعنا في 2015 ولا جبت هاد القطعه الارضيه شكون اللي شاريها ولا سبونسور اللي كان داخل ورجع. المهم ما بغيتش ندخل. والقطعه الارضيه براسها فيها مشاكل ديال الدعاوي والمحاكم وما ما لقى فيها قطعه ديال الارض اللي نايض عليها القتيله وحنا ما خلو. المهم اذا مشيت لهذا الموضوع هذا عادي نطلع للمستمعين فراسهم كي تيقولوا. انا بغيت عندي واحد الموضوع عجبني ذاك النقاش ديال فخر الدين وديالك في الاول على المنتخب عن جيلو. اما القضيه انا غنجاوبك بسؤال واحد اخويا منير على هذا التكوين وهذا الا فهمتيني. لا انت لا استاذ قدين عاد تفهمني. كان عندنا اريار غوش اللي هو اسامه امين في عمره 20 عام منتوج المدرسه ديال الماس ولاعب تيتولار عطيناه اوراقه اللي بتسير بحالك جو بونساك فهمتيني. الا هضرنا على التكوين وتوجد واحد وتقول له اوراقك سير بحالك اذا شمل التكوين انا تنساين مع بعض المسيرين ونحبس هنايا. بالنسبه للتدخل ديالي على انا عجبني ذاك النقاش الكروي سمح لي غنستغل فخر الدين وتنتا. مرحبا مرحبا مرحبا. هي على ليكيب ناسيونال الله يوفقهم وانا من النوع اللي كان عاجبني ان والدك الكرادي يجي ليكيب ناسيونال. غير هو هي بلا بغيتي تقول هي بحال اللي حاسبين راسنا في قهوه جالسين تنتناقشوا على حسب العقليه ديال والدك الكرادي بهذا تبارك الله هاد لا كاباسيتي ديال لي جوار تكنيكمون ولا تكتيكمون اللي عندنا والعقليه ديال الواليد كيف ما عرفته انا يعني خدم في الفتح وخدم في المنتخب. فانا كنت متبعه في الفتح وكيف ما خدم في الفتح بليطو والوداد تنشوف انا بحال دابا مي عنده ذاك الناس واخا المنتخب ماشي هو بقاو ذاك العناصر اللي عندك سي ترو ماشي هو لي دوزيكيب ولكن العقليه ديال واحد انه تيجيني تيلعب اني لي واحد اللي هو فلاش مثلا في عهد الفتح كان تيلعب في الاول ديالو باطنا باش دار البطوله ومن جا الوداد كان تيلعب موتاك جي تيدير لوكوتي غوش وتيتجاوز هذه القضيه في لوكوتي دروا انه ما تيلعبش باني لي. شفناه في الفتح كان فوزير اللي تيكون ان فوري لي دروا تيجي للوسط وشفناه في الوداد انه تيلعب الشاب حيمود على حساب بديع اوك. زعما ذاك لوكوتي دروا تيبغي يخويه لذاك اللاتيرال اللي هو سميتو العملود في الوداد وعافية الله. إذا هذا واش
والد عيبقى بداك ليماج ديالو تكنيك انه جاي لي زليمون ما عمرو يلقى الا كان هاد لو شيما داخل له انه عنده ارياك دروا كوم حكيم زياش كومبليتو حكيمي الا كان الا لدى اللوغوس لحقاش على حسب ما فهمت فو فو الا فهمت ندوى قال لك انا الا ما صدقات ليش مثلا حكيمي رمزراوي اذا والدي حكيمي لوكوتي غوش بحال اللي كان تيدير رونالد هادشي اللي فهمت انا من ندوى لحقاش قال لك الا ما صدقات ليش المزراوي وحكيمي راهني عيطت ذاك ساعة المساوي وعيط عطيت الله عطيت الله اذا على ما فهمت راه غادي يدير داكشي ديال رونار اولا واش لو شيما تاكتيك اللي تيبغي وليد زعما يطبقوا حتى في المنتخب هنا بحال ما تيعجبوش داك لا بغيتي تقول لك دوزيليه فلاش عندنا دوزيليه فلاش اللي هما بوفال وعندنا المزراوي هادو تيلعبوا في القلب بحال الشكل ديال فخر الدين فيامو قادر أني ليدا هو تفضل داك فوئيلي اللي تيمشي أنه يساند الميليو التيرا وهنا عنده الإمكانيات زياش وديال حاري يعني السؤال هنا السيتهامي هو واش وليد الركراكي في لو سيستام مثلا باش اللي غادي يبغي بروبوزي علينا في المنتخب واش هو لو ميم مثلا اللي كان معاه اللي كان بيه في الوداد لاحقاش وليد نفس الحاجة اللي دار في الفتح دارها في الوداد سير لو شيما ديالو ويمكن له يطبقها أكثر اذا هنا ما نقدروش نلعبوا بدوزيليا فلاش فهمتينا سي فخدين شنو بغيت نقول زعما داك اللي هو بوفال والزلزولي صعيب نلقاو مع لو شيما ديال الكراكي او مثلا الزلزولي عيفرض راسه ولا يكون تضاور ربع ساعه هكا وهكا اما لو شيما ديالو باين ومزيانه عندك ان لاتيرال اللي تيطلع زوين تتخوي له لو كولوار وتستغل انا داك لا بغيتي تقول داك لي ليا دروا انه يمشي لك الوسط وتيكون داك هادي كاينه في زياش وكاينه في امين حارس و جو بونس باين تكنيكمون تسنى خدين الى جاب الله ولا هذا يجاوبنا عليه وشكرا تبارك الله عليكم الله يحفظك السي تامي تحيه لك تامي من فاس واش الركراكي بلي بارامتر هادو اللي هو دابا شي كان الحديث اخ تامي كيعطيك غير واحد بحال كي يلمح لك واش السيستيم ديال وليد الركراكي اللي كان كيطبقوا في الانديه نقدروا نشوفوه في المنتخب هذا سؤال مع الفرق ان يمكن في الانديه كاين الفقر في التركيبه البشريه دابا عندك اللي بغيتي دابا عندك ان غران شوا ولكن حاجه اخرى عاوتاني انت ملي كتكون كتلعب مع الفروق ما كتواجهش نفس الخصوم اللي هي عندها كاليتي جو مستوى تيكون عالي تقنيا وبدنيا وواقفين مزيان انت دابا غادي تدخل واحد المرحله اللي هي الاجتهاد خص يكون فيها كثير في الاختيار ديالك في اللاعبين في الوقفه ديالهم لان علاش غنبداوها من الماتش ديال غدا مع الشيلي وثم الباراغواي عاد الرحيل الى قطر لمواجهه خصوم اللي هي كيف كنقولوا حنا ما كتقلش اللاعبين ديالها منير كيلعبوا ثلاث ولا اربعه وكيلعبوا الجمعه كيلعبوا السبت كاينين موجودين حنا اللي ناقصنا منير في الفرقه ديالنا وهو هذه الجاهزيه اللي كاع الجماهير كتعرفها اغلب اللاعبين خاصهم يزيدوا يشتغلوا ان شاء الله ونتمنوا خير هادشي اللي كاين نتمنوا خير بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي ناخذ معنا السي سعيد من بنقرير مرحبا السي سعيد مرحبا شكرا سي منير اهلا وسهلا سي فخر الدين الله يبارك فيك المهم لي زاناليز اللي درتي على التكوين فيه 100% علاش رغم المدرب اش فيه 100% جست بارك الله فيك خويا الله يكثر خيرك سونتر دو فورماسيون 100% مسائل واخا التصريح ديال الرئيس تاع الراجع ولا تاع الوداد ولا تاع المغرب الفاسح حول التكوين اما كاين والو علاش لان كنشوفوا دابا نيا الفراق ما عندهاش الناس ديالها كلشي كيجيب غادي نعطيك انا واحد الانطلاقه من بنقرير ما كاينش ود البلاد ما كاينش كل شيء من خارج الإقليم كيف الراجع كيف كل شيء كيف كل شيء هذه طبيعة أصبحت يعني كيف ولا وراها هذه خطر كاع وقيلة غادي تولي غادي كتزاد غادي وكتزاد السي سعيد السي سعيد هذه غير دابا أنت كتهضر على بنقرير قلتي ما كاينش ولاد البلاد ربما 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 انا كنقول الا كانت مثلا الكوكب هي الفريق اللي عنده اشعاع في المنطقه وداك الشيء يجيب من بنقرير كان ديما عنده بنقرير عنده قلعه الصراغنه عنده فهمتي الا كانوا بحال ملي كنقولوا خريب قال الواتساب أيه. واللي حداه داك الا كانوا هادو ما غيبقاوش بولاد البلاد راه خطير شويه خاص البيبينير تكون بالمعنى ديالها ملي كنبغي نديرو حنا الغابه كنديرو البيبينير كيكون داك المشتل منين كنجيبو هادوك
باش نغرسوا. وحنا دابا كنقولوا راه عندنا الفورماسيون، عندنا لي فورشيت ديال السي فخر الدين، خاص يكون هذاك وكيف قال السيد وزير التعليم، هذاك الاستاذ اللي يمشي للتعليم يكون استاذ باغي ربي، باغي ربي يكون عنده لونفي ديال ديال هذاك الكاتيجوري غير بور طافاي ولا يقلب. راه شوف راه هادشي اللي هادشي اللي سولت فخر الدين قبيله، شتي الكلام ديال السي فخر الدين راه في الصميم، خاص بنادم يكون باغي يكون الغدا، باغي يدخل التاريخ يتنقش بان هذاك راه فورماتور، راه كون الناس. هذه الكلمه اللي قلتها سي سعيد، اسمح لي قطعتك، ديال الفورماتور راه واحد القضيه. المشكل الثاني اللي كنعيشوه وهو التغيير، راه ما يمكنش فورماتور تعطيه دو موا تروا موا ما يعجبكش على شي حاجه ولا ما مشاش لك معك في الخط كنقول ليه سير في حالك ونجيب واحد اخر، راه ما يمكنش. راه ما يمكنش. سي فخر الدين، نعم اخويا، سي فخر الدين هذا الخطا فين كاين؟ في لي ديريجون. علاش؟ لان من عب ودب يصبح مسير ويعود يفتي يفتي. تصور انت المدرب قاعد في البونتوش وهو كيقول يبدل. كاينه ما هي كاينه، لا لا كاينه، انا اتفق معك مليون في المية. انا اللي كنقول ماشي انت. لا لا هذاك الشيء كاين كاين، ولا تهبط معك الهاتف المتنقد. شكرا لك سي سعيد، الله يبارك فيك. الله يحفظك سي سعيد، شكرا لك سي سعيد، الله يحفظك سي سعيد، تبارك الله عليك. ها ما خفيه كان اعظم فاش ابن ابن المنطقه و ابن المنطقه، وتحيه تحيه لابن المنطقه هو عبد العالي العالمي. تبارك معك ياسين، قال لك سيدي بونو حاكمي سايس داري مزراوي مرابط بالهنداء وناحي زياش ديره زلزولي. هذه التشكيله ديالك، شوفوا التشكيله ديال الوليد كيفاش غتكون. ايوب الكودي، منين كتلقى رئيس فريق هو نفسه رئيس الجماعه ونفسه رئيس المقاطعه هو نفسه باشا ونفسه برلماني؟ لا لا ما كاينش هذا الشيء، برلمانيه ولكن رئيس مقاطعه ولا رئيس بلديه ما بقاش داك الشيء هذا العام، لان خاص الفصل ما بقاش داك الشيء ديال. كاينه هنا حاله التنافي، مع العلم ان حاله التنافي كاينه بزاف شي حوايج عندها علاقه بلا فيديراسيون الى غير ذلك. انا نعطيكم واحد المثال بعد قليل كاين. ناخذ معنا السي محمد من كازا. مرحبا سي محمد. مساء الخير استاذ منير. مساء الخير سي محمد، الله يبارك فيك. اولا تنحيي السي فخر الدين وتنشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك اخويا سي محمد، واللي كيهتم بجميع المجال الرياضي بشكل عام. انا الله يطول عمركم بغيت نسير واحد المساله على اعتبار انني انا كنعمل رئيس نادي رياضي متخصص في الرياضه ديال الاشخاص المسؤولين ضعفاء البصر. اييه. بغيت غير واحد النقطه اللي بغيت اللي تعرفني، هو للاسف ان الاعلام ما مهتمش بالشكل الكافي بالرياضه ديال الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. وخاصه ان بالنسبه لكاس افريقيا حاليا اللي كيحتضن نرى في الفينال. هذا هو اللي كاين، ما كاينش واحد تاهلنا لكاس العالم. حنا كنتمناو ان على الاقل القنوات ينقلوا لنا هذا الفينال ديال غدا، يعني باش حنا واش حنا مثلا حنا كنساهموا في رفع العالم الوطني في مختلف المحافل الدوليه. يعني انا كنتكلم معك وانا عندي سابقه في التسيير داخل الجامعه ديال لا ديال المعاقين ولا ديال المكفوفين. يعني كنا مشينا لبطوله العالم في اليابان شاركنا فيها، عرفتوا واحد الاهتمام اللي عندهم تما، عرفتوا شنو باينين اليوم من منشات رياضيه. اليوم حنا بالنسبه لنا بس نسوقوا لهذا المنتوج ويتولي هذه الرياضه عندها لي سبونسور وتولي عندها نفس الامكانيات باش يمكن لها تكون عندها تنافس على اعلى مستوى، وهذا من خلال هذا المنبر ديالكم كنتمنى من الاذاعه ديالكم وبقيه الاذاعات الوطنيه وبقيه القنوات انه يرفعوا من الاهتمام بهذه الرياضه، خاصه ان حتى المستوى المحلي راه ما كتدعمش هذه الرياضه، راه ما كتدعمش. اليوم بالنسبه للنادي مطالب انه يكون عنده الاعتماد، خصكم تعرفوا بانه هذا مش خصنا نسلطوا عليه الاضواء. علاش؟ لان باش يمكن لك تحصل على الاعتماد خصك تتعاقد مع طبيب تخلصوا الشهر، وخصك تتعاقد مع مدير تقني، وفي الوقت اللي مثلا على الصعيد المحلي ما يمكن لك تاخذ الا 10000 درهم كمنحه والى خديتيها. بحال دابا مثلا غير هذه الازمه ديال الكورونا راه خمس سنوات ما بقاش تستافدوا الانديه ديال الجهه الضاربه. واش هي 10000 درهم الشريف؟ 10000 درهم ممكن. كيفاش شناهي يا سي محمد 10000 درهم؟ دخلنا لك بالله. احنا انا كنت نتكلم معاك عطاونا 12000 درهم و500 2019 جات كورونا. كنا استضفنا واحد السيد هنايا رئيس ديال سميتو لما كانوا شاركوا فازوا بهذا اللقب، زعما كنا تكلمنا، ولكن مع كامل الاسف انت كتكلم على مستشارين. انا اسمح لي لقطعتك
ودائما الوقت كتفرض عليا ولا معط الغيره ديالي جو سي با كنقز غنقز معاك لفرنسا. حاليا ملي كنشوف انا داك الاهتمام بهاد الناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه راه كنشوف الناس كيجيبوا ابطال وكيديروا اشهارات ما بقاوش كيقتصروا على مبابي وعلى فاران وعلى زين الدين زيدان كيخلقوا دي موديل كيخلقوا كيجيبوا تشوف كيعطيو كيديروا اشهار لشي بطل وكيبين لك زعما راه الاعاقه راه ماشي هي قوه. انا استاذ الا سمحتي نعم اخويا سي محمد غادي نضيف التدخل ديالي غير واحد المساله. انا كنايد يعني كنمشي معك في نفس السياق ولكن غير نقدم لكم غير واحد الاضافه. انا في 2014 كنت رئيس الوفد الوطني اللي كان في الكاميرون. كانت كاس افريقيا في الكاميرون. تصور معايا السي فخر الدين الا قلت لك ان القنوات التلفزيونيه ديال الجميع الوطنيه ديال الكاميرون ناقله الماتش مباشره ودايرين تلفزيونات في الشوارع. سبحان الله العظيم. والملاعب مملوءه وشكون اللي حضر معاهم؟ حضر معاهم رجومي لا راه باقي عندي صور معاه الان. وهو اللي رعى ديك الدوره ديال كاس افريقيا وكانت هذه المناسبه اول مره المغرب كنشارك انه يحتفل على كاس افريقيا وراه فزنا ب 3-0 من تما. تبارك الله يعني في المباراه النهائيه. وبالنسبه للرجومي لا كان باغي يكون عنده واحد مأدوبه عشاء معنا وبسببها اجلها هو ما كانش بغى انهم ينهزموا في ذاك الفينال مسكين. يعني انا بصراحه احنا بغينا غير الاعلام يتيح لنا الفرصه اننا نسلطوا الاضواء. انا غادي نختم لك نختم معك السي محمد باش ما تبقاش انت يمكن ما باغيش. انا غادي نقولها لك هكا اسي سيدي اللي كيستحق المساعده راه خصو يستحقها بلا ما نبقاو لا بلا ما نبقاو نطولوا. شوف خاصكم امتعه وخاص وماشي شي حاجه اللي هي كثيره مع كامل الاسف. شوف حنا كنمشيو راه والله ما يحيد عليا شي واحد وكنتحدى شي واحد يهضر معايا كنمشيو اللي موجود اللي فيه الاشعاع واللي فيه بزاف ديال راك شوف هنا القضيه حنا كنركبوا على الحدث ما بقاش شي واحد يكذب عليك ولا شي حاجه راه نورمالمون. دابا نتوما خاص استجوابات واستقبالات وما عرفتش شنو غادي نقول لك ولكن مع كامل الاسف نعطيك غير نقطه واحده. وحنا راه دابا ولينا باغيين عاد التواصل وحنا حنا كرؤساء انديه كنا الرئيس الجهه وكنا رئيس مجلس المدينه بغينا معاه يجلسوا معنا عايشوا على مشاكلنا وحتى واحد ما كيجاوبك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوف الالعاب الاولمبيه مؤخرا شنو النتائج اللي دارت للاسف مع كامل الاسف سي محمد والله العظيم الا سمح لنا بزاف كنشكرك على هذا التدخل على هذا التواصل وما كاينش الياس الله يعاونكم وصافي وهذا الشيء اللي غادي نقول لك انا وكنعترفوا اننا سفرين مقصرين في مقصرين ماشي حنا كلشي الاعلام كنهضر على الاعلام مع كامل الاسف لان الفئه اللي كنخصها الاهتمام لان هي اكثر فئه متوجه بعدا في هذه البلاد هما هاد الابطال ذوي الاحتياجات الخاصه وكنشوفوا في لي جوز اولمبيك في لي جو باراولمبيك اشنو كيديروا هاد الابطال. لا راه الضيف اللي كان عندنا وهذا وشوف مسكين عطي داك الله يحسن العوان اتونسيون مولي راه ما ساهلاش واحد البصر. انا كنقول شي واحد غمض عينيك وجرع واحد نص نهار قد دور في الدار ولا خرج وشو كيفاش غادي صعيب فما بالك كيمارس واحد الرياضه وما يعاونهم صعيب جدا. حمزه الدحماني السلام سي منير اتمنى ان يكون بديل البنزرتي اما موسيماني او مجيد بوقرة واخا تشهى مع راسك السي حمزه الدحماني ما كاينش اشكال. حميد من بوسكوره مرحبا السي حميد. السلام عليكم السي منير. اهلا وسهلا سي حميد. والسي فخر الدين. نعم خويا. ولالا ايمان السلام عليكم. لا ما كايناش راه في بوسكورة دابا نيت راه بوسكورة دابا نيت راه حداك ما كاين مشكل. السي فخر الدين انا بغيت نهضر معاك على القضيه ديال عموته. مالو؟ انا ودادي انا ودادي كنمشي كثير ودادي صافي راه عموته غدا غادي يلعب ضد مع عموته. الا عقلتي عليا انا راه هو مول القديد مع العلاوي الا عقلتي عليا وصافي منين كنت انا عقل عليك وانت جايب القديد كون قلتي شي حاجه اخرى بعدا كون قلتي شي حاجه اخرى زوينه نقولوا ما كينعقلوا عليك. لا اعطينا دابا اعطينا الراي ديالك شنو هو المشكل اللي عندك؟ مشكل اخويا ديال عموته واش حاجه مالو؟ المدربين حنا نتسناو عموته يدير وراه قلنا لك دابا هذا المشكل وراه ماشي انت ديالك وماشي ديالي راه خاص يخرج شي واحد ويوضح للناس. واه راه بزاف شي ناصير وسترقجه عاديه ما داروا فهمي اللي قال ايوا خص الناس يخرجوا ويوضحوا لعباد الله ويقولوا لهم فوالا اش كاين واش كاين وصافي وتسالي هاد الازمه
ولا هاد مشكل في عمري 64 سنه وقف فيا الحال ما قبل الحال بزاف كاع ماشي كيبقى فيك حال غير باش تعرف الامور راه تشوف الله يرضي عليك كل شيء هذا راه ماشي تشريف راه تكليف تدريب المنتخب الاولمبي تكليف تدريب فريق الوداد تكليف اذا هادو فرقي بجوج ما هذا منتخب وهذه فرقه هذه فرقه ما سهلاش بتاريخها والثقل ديالها اللي كتوفر عليه والامكانيات اللي باغا دير يعني بالمتمنيات وهذا ما يمكنش ليك صافي ما نطولوش في هذا الشيء نتمنوا شوف نتمنوا في هذا الاسبوع ولا شي حاجه يكون شي خروج ولا شي حاجه الناس الجمهور ديال الوداد يعرف شي حاجه هادشي اللي بغيت انايا صافي راه الوداد الفخر ديال الوداد هادي راه حنا تفرجنا فاصيلي تفرجنا موسى نضاو الفخر الدين في بن عميشه الله يبارك فيك الجيل ديالنا هذا ايوا هادشي الفخر ديالنا راه شي عندنا كوره هادشي اللي باقي راه خضره فوق الطعام ايوا بركه الله يطول لك عمرك السيد مازال تبقى بس بقى عندك خضره فوق الطعام الله يبارك فيك شكرا لك نشكركم والله شكرا لك تحيه لك السي حميد شكرا لك تحيه للسي حميد من مدينه الدار البيضاء واه يبقى هذا الموضوع ايه ما عندك ما دير وهذا موضوع مطروح غير هو والله العظيم شي لا خرج شي واحد ووضح يمكن جمهور الوداد تقدر تجي عندي تقول لي راه غير واحد مده زمنيه ولا شي حاجه فهمتيني باش كتوضح لي ما عرفت لا بالعكس قال لي مده زمنيه غنطرح لي سؤال اخر نقول لي مدة زمنية بحالاش اي بحالاش والمنتخب خصو الاستقرار استقرار يبقى معاه مدرب ديالو مدرب وعلى الوداد ما خصهاش استقرار انت دابا راه داوي على جوج حوايج كبار راه قلتها البارح ماشي الفريق ديال لا اللي كيلعب على الويتيام ولا النوفيام ديك الساعات تقدر الله يرضي عليك تقدر تغامر تقدر تغامر الأهم هو أن يدخل بتشكيلته المثالية وأن يصلح في المباراة الثانية ليقصي الضعفاء ويحسن الخطط ويطبق ما وراء اختياراته السرية للأفراد والمفاجآت هذا محمد بدر صادق عطاك ذاك شي زوين ذاك شي الاختيارات السرية للأفراد والمفاجآت لي لا مفاجآت عرفت شنو هما اللي كانوا كيوقعوا مع واحد الاختيارات السرية كاع السرية هذيك بوحدها تحية للأبطال المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة هذوك شوف ذوي القدرات الخاصة ماشي الاحتياجات قدرات خاصة غنمشيو لمراكش ناخذوا معنا السي عبد العالي مرحبا سي عبد العالي السلام عليكم اخويا منير وعليكم السلام السي عبد العالي واحد سميتو ليكو وليكو فخر الدين اشنو هو هذا اللي لينا انا فخر الدين اي الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة السي عبد العالي تفضل السي عبد العالي انا اخويا بيطير نشكرك ونشكر فخر الدين ما عندي حتى سؤال صافي وهذاك الكويس وهذاك الكويس ديال اتاي مع راسك راك كيحيد العطش هذاك نشربو ايوا خص تكون واكل شي حاجه مزيانه يلا الله يخليك اخويا يلا تبارك الله تبارك الله واحد السيد هنايا سميتو وليد مذكور قال لي عتابي على الجماهير الرجاويه التي تعطي فرصه لهذا النكره منير اوبري للاستهزاء بالرجاء ناخذ واحد الفاصل اشهاري على هذه المقوله وغادي نرجعوا ان شاء الله تحيه انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاد اف ام تحيه لكل الاصدقاء تحيه لكل المتتبعين نقراو بعض التعليقات قبل ما نوصلوا استقبال مكالمات ديالكم السي احمد افروخ قول السي فخر الدين راه عنده الزين والحمام قال لك اللي عنده الزين والحمام غادي يجمع حب وتبن في هذا كاس العالم كل الدعم والتوفيق لكم ولبرنامجكم الله يحفظك السي احمد بارك الله فيك السلام عليكم سي منير والاسطوره فخر الدين والبرنامج الرائع تحت شعار لا قوق لا برقوق الطبيب محيل لكم لا داكشي اللي دا ما كاينش واخا سي وليد مذكور عتابي على الجماهير عتب الجماهير مرحبا بكم السلام عليكم سي منير واش ما كاينينش لعابه اللي غيديروا مجهود كبير باش يمشيوا لا كوب دو موند حيت عارفين وليد عنده غير هاد لي دو ماتش لا صعيب الحال دابا حاليا صعيب الحال صعيبة منير صعيب انا ما عرفتش كيفاش غادي لا صعيب صعيبة شوف الله يعاون مهمة لن تكون سهلة تدريب منتخب وطني فارق محدودين عندك اللاعبين محدودين ما كتشوفش بعيد وما كديرش المنتخب صعيب اي واحد برز في شي مقابلة ولا شي حاجة كيولي مقيد عليك على انك خصك تنادي عليه وهذا هذا هو الفرق اللي كاين منير وكاين عاوتاني واحد المساله اخرى اللي ربما الجمهور الرياضي خصو يديرها بعين الاعتبار دابا راه كاين دو ماتش كاين واحد الاجل تقديم اللائحه الاوليه ومراها كاين اجل تقديم اللائحه النهائيه صعيب الحال وشوف غتكون عنده هذه ما تخلي ينعس ها هذه ما تخليش ينعس
صعيبه مولاي. صعيبه عرفتش. سيرتو مدرب الاجنبي نقدر نقول لك كتاثر فيه ب 50% بالنسبه للوالد ولا مدرب مغربي كيكون عنده شويه تاثير اكثر لانه قريب من تيعيش معك كيعيش معك وتيسمع كل شيء. ها هي نعطي بالضبط. قال لك اسيدي اللائحه الاوليه اللي فيها 35 لاعب خصها تقدم افون لو 21 اكتوبر. اي وتما من بعد كاينه اللائحه ديال 26 اللي خصك تقدمها نهار 14 نوفمبر. صعيب الحال. عرفتي تحيد كاع داك العدد اللي كاين. وما بين هنا وهنا ما كاينش ماتش. ما كاينش ماتش. يعني غادي غتشوف. شوف شوف. ما نبقاش نعاودوا التكرار منين. صعيب على الحياه وصافي ما عندنا ما نديروا. على اين؟ نمشيو لاكادير ناخذوا معنا السي ياسر. ياسر من اكادير مرحبا. السلام عليكم. الله يبارك فيك السي ياسين. اهلا. خويا مولاي بخير. الله يبارك فيك الحمد لله. نحيو السي فخر الدين رجحي. الله يكثر خيرك. بارك الله فيك. راك عزيز علينا. الله يرحم والديك المعزه المتبادله. امازيغيه من اكادير. ها؟ تحيه امازيغيه من اكادير. الله يبارك فيك وانا كذلك. الناس ديال اكادير كيشكروك راك عزيز علينا. مرحبا انا ما عنديش مشكل اللي كاينه كاينه واللي ما كايناش ما كايناش. هذاك الشيء اللي كيستحق شي حاجه كياخذها. تحيه لك. الله يبارك فيك بارك الله. على السي عموسه. مالو؟ الزواج ديال المهام ديالو. وهذا ما كتعيف راسك انت والله العظيم. هذا شوف واش الى دابا انت اللي هضرتي عليه. اذا كنت كتعقل بحال واحد المده هذاك كريزو مدرب الجيش الملكي كان كيدير. لا 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 كاين فرق. كاين فرق. كانت عند فاريه. ما تقارنش. فاريه تا هو كان كيدرب فريق الجيش الملكي وكيدرب ولكن ما لا يجب المقارنه. نتمنى انه يتفرغ لواحد المهام حيت دابا الوداد انت كتهضر في واحد الوقيته ديال العهد. الا كانت نتائج سلبيه ولا شي حاجه بحال هكا راه كيما كانت. شوف شوف راه كيما كانت الحال راه صعيبه القضيه باش نكونوا واقعيين. صعيبه تفرغ لواحد واحد لا غير الا كان شي واحد كاتب. شوف راه ما تنظنش شي واحد غتبان ليه هذه القضيه يعني عاديه. ما يمكنش تدرب. شوف ما يمكنش تدرب. شوف الله يرضي عليك. ما يمكنش تدرب منتخب وتدرب فريق اللي هو فريق الوداد اللي هو مقبل على بزاف ديال المسائل. خاص شويه ديال يعني كيف كنقولوا لا كونسونطراسيون خاص بزاف ديال الحوايج. صافي نتمناو خير. يتفرغ لواحد المهمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. تحيه. شكرا لك خويا بارك الله فيك. تحيه للسياسيين. تحيه للسياسيين. حسب واخا سي حسب الماده 14 من القانون التربيه 30.09 للقانون التربيه البدنيه لا يجوز للرياضي والاطار ان يوقع اكثر من عقد اخر. جاوبتك وقيل على هذه. اذا واجب على الصحافه ان تثير هذا التنافي كما حاله البنزرتي. السي عبد الشهيد وليدي ما تحاولش تطيحني في هذاك الفخ. الحاله ديال البنزرتي تم مناقشتها من الجانب القانوني ولكن الناس كانت عندهم تخريجه اخرى في لجنه التاديب خرجوا لك واحد النص. هذه القضيه ديال التنافي وديال العقود انا ما ادراني انه راه موقعين جوج عقود. ما عارفينش واش كاينين جوج عقود ولا ما كاين تعاقد كاع ولا. صح هذا الشيء اللي كاين. سيمة هجمات على كل شيء. قال لك السيمة هجمات على كل شيء. ملاعب القرب كيتصيبوا بفلوس المبادره وكيهرفوا عليهم مافيات واغلب ولاد دربنا في بورغون فقراء. اللهم ان هذا منكر. هذاك موضوع طويل اخويا. هذاك الشيء ديال ملاعب القرب مؤخرا راه مات واحد الدري في احد ملاعب القرب هنايا مات. يعني السؤال المطروح واش هذا الدري كان كيلعب تحت لواء جمعيه ومخلص انخراط عنده اسيرونس ولا واش كان كيلعب وكارين غير دريج كارين تيران من عند المشرف علي بمعنى على من غن. نقاش طويل جدا ولكن في نهايه المطاف الله يصبر والدي الدري راه مات تما. نمشيو لمراكش ناخذوا معنا السي كمال. السلام عليكم. السلام عليكم اسي منير. فين التعطيل راه كاع كيسولوا عليك الناس هنايا. ياك اخويا والله الا يمهل وقت اخويا منير فواه الله العظيم. يلاه قفز ليا مو منين. مرحبا. اش فخر السين. ونعم. اخويا اصلت ليا. اخويا. تفوت عليا دابا عاوتاني هذاك الشراع والكوكاب والو خلي عليك هذوك خليهم يرتاحوا والاتفاق وهذا. انت اللي كاين تيشا خاطر تيشا هذاك الدوي سكت الراس في هذيك النهار. هنا هو. إلا بغيتي تكون ضبيع. هذاك دابا الراب ياك. واه دوي سكت الراب هذاك خاطر. كيفاش تولي ضبع بدون معلم؟ لا لا انت شوف طلع حكيت كخاطر تجي مع الطيب العلاج الله يرحمو وشهرامان والبختي انت ما عادش تحكي لي هذا خاطر. والله شوف
والله العظيم داكشي اللي قدرنا عليه الله كنديرو كنقولوا وحق الله الله كاين كاين وتحيه بعدا الاموليف ديال جوج الطايري الله 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 يرحم السيف عبد الرحمن التركي ما تنسى كلامهم باقي لدابا تنسمعوا وما تنساش عاوتاني الثنائي مولاي الطاهر الاصبهاني ومولاي عبد الكريم القصباجي مولاي عبد الكريم والحماجي والسس جي ومجير الحراب والسعيد وسير وسير وراه كاع هاديك التشكيله كلهم تنعرفهم والسي الشاجيلي وانت انت فخر دابا ما بغيتيش يدخل للشرع وداك الشيء هو نخليك دابا راه حتى الديسك ديال السوس ديال الشرع وي الا تخرجي يا الشرع سير با كمال توكل على الله تجي توكلوا على الله تنتبناو السي والد بعدا يتوكل على الله هو الاول ان شاء الله التوفيق وانت تجي منير لا ريالك واش راه كاين وموجود شكون هو سميتو ادم انزو كيلعب في الفريق الرجيف ديال بايرن ميونخ وجابوا الهاماتيجي جابوا حميديتش من البارسا جابوا ريقاتوجا ادم انزو ادم انزو ما كاينش المزاعه ديموني كيلعب في الفريق الرجيف واريال كوش ايه وجابوه من البارسا ما تلقاش المزاعه كويتش هضرات معاك الفيفا واش جيموني واحد النقطه الثانيه بغيت نسولك هذه البطوله اجا سيموني المارت علاش واقفه واقفه علينا وي راه ما فهمتش انا على هي بدات بعدا سي كمال وراه هذا هو المشكل وهي بعدا كاع ما بدات وموقفينها ثلاثه الماتشات ما فيه وكون هي كاينين شي لعابه في المنتخب مشكله نقولوا بعدا راه هي ما نطرحوا هاد السؤالات هادو والله شوف وما عمرنا ما لقينا الجواب اخويا كمال والو ما كاينش خاص توقف الصفر ولكن بغيتهاش توقف راه خاصه الرؤساء ديال شوف شوف الرؤساء ديال الانديه خاصهم يكون عندهم مداخلات ويكون عندهم مسؤوليات مدربين لا لا حتى الرؤساء سي فخرتيني ياك اللي بغى يربح لها عام طويل يا جماعه راه اللعب يلعبوا يلاه فينا ما لعبوا راه كانوا شحال هما جالسين ملي ندخلوا دابا لعبوا 3 ماتش سي فخرتيني انا بعدا شخصيا مع احترامي ليهم ما تنهضرش على كلشي انا ما يقنعونيش انا ما يقنعونيش الا تفرجتي في شي لعابه ما يقنعوكش انا راه واحد المعلم قال لي بغي نعرف هي فخر التين كي كان تيدير حتى تيستنتي هذوك المدافعين وراه وراه الحقيقه الله سيبوني واش عرفتي هذاك اللي يقضاني تاع الجديده كي كان تجي بالو كتابو من سيدي بنور واحد واحد السي ارتي فخر التين نعم خويا واحد المدافع بين جبدو لي قتال اخو فخر مرحبا الكارانتي انا رين 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 قال سيدي قاسم كانوا كانوا دراري تبارك الله كانوا دراري صحاح تبارك الله كانوا دراري صحاح تبارك الله صحاح تبارك الله كانوا الكوايري كانوا الكوايري ايوا ما عندك ما دير ما عندك ما دير شكرا لك السي كمال قول لي وانت قول لي هذا نيجلسمان ديالكم شنو درتوا معاه مازال اخويا اش بغيت نقول لك هذاك نيجلسمان جايرين عليه النقابه نجيك من الاخر ما باوش اخويا دوك الريوصه الكبار مولار وكوريتسكا وكيميتش زعما عندهم هادشي عندهم هادشي في البايير كاين والله الا كاين وخرج كاين قهوه كيجلسوا دابا هما نقول لك انا من الاخر هما باو توخيل اش اللي دار هادشي هو توخيل قعد هادي هي البلبله دابا اللي نايضه والمكتب وداك الشيء بغاو هاد نيكلوز مال ناري ميني كيوني ستا هما راه فيهم مسكين شي شوي من عندنا تيبغيو شي مدرب باغيين هذاك المدرب تيجيو الله يرضي هذا كيبان لي صغير انا قول لي كمال هذا واش استقبلهم العامل ديال تما ولا الوالي ولا شي واحد لا حنا اللي تنشكروا العامل ديالنا العام تيجي وتنشكروا السلطه اللي ما جيهش ليا الكوكب عطاو واحد كنهضر على البايرن انا كنهضرش على مراكش لا لا هذاك الشيء ما كاينش تيجي مونير اللعابه بغاو هذاك توخيل هادشي اللي واقع اللعابه بغاو هذاك وانت انا شوف السي مونير ما عاطينو هاد الماتش اللي جاي تاع ليفركوزن هي الاخره يا لطيف انا تنتمنى الله يخسروا بشي 20-0 باش يمشي بحالو
انا ما بغيتوش اخويا منير، ما مدرب ما والو، كبير عليه الطرح مسكين. تحيه لك ابو كمال، كبير عليه الطرح. هذا كي تاع شي فول زبور، شي بوخو، شي انغلوس شطاط، شي غلاص باقي، ما هذاك هذاك الشيء كبير عليه. هذاك الشيء بغا توخيل. انا والله الا بغيتو يخسر ان شاء الله شي 10 0 ماشي شي. هذاك توخيل هو اللي بيقد هذاك الشيء. وكمال اسيدي منير، وتحيه للقياده الله فرس القيادة كويتي، وجيبا كوكبا وخا الموت الحلارة جيبا كوكب. الله يرضى عليك، هذه ما نسأل. وتحية وتحية لخويا فخر الدين، الله يكثر خيرك. الله يكرمك أخويا، الله يكرمك، بارك الله فيك أخويا كمال. شكرا لك، شكرا لك السي كمال، الله يحفظك السي كمال. شكرا. تحية من نيويورك للسي فخر الدين. لاحظنا مؤخرا بزاف المواقع كيهضروا عليك، يقولون أنك ديما كاعي، ما عاجبك والو، كتنتقد كل شيء. شنو يمكن تقول لهاد الناس؟ رضوان سعود، يمكن هادوك اللي كيبغيو داك الشيء اللي سميتو. تحيه بعد رضوان سعود، الا كيهضروا عليا فاسمو، هادوك اللي كيهضروا عليا يمكن بغاو يسمعوا داك الشيء اللي ما بحال دابا تعطيني ميكرو اليوم تقول لي بحال دابا شي فرقان نبدا نغني. اييه بحال دابا تقول لي المنتخب المغربي، نقول لك انا الاطار الوطني ويجيب داك الشيء، ونبقى نشعر نخلي التكنيك ونخلي المسؤوليه اللي عند المدرب. هذا اللي قال لي، وانا ما كنعرفهمش. انا ما عنديش مواقع. اي عرفت، انا عرفتيني، انا ما عنديش. انا قلت لك لا قلت لك انا حيت بتقولها لي باش هو يرتاح، حيت الا شافني انايا عندي عندي قرارات، قرار ديال فخر الدين. كاين بعض الامثله كتعطى تيقول لك انا ما نديرش اراء، ماشي قرار، اراء اراء ديال الى ما رضي، خصني نرضيك باش نكون مزيان. لا خصني نكون انا 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 داكشي اللي مقتنع به، داكشي اللي مقتنع به انا. انا باش نرضيك انتيا نحل بحال دابا شي باج ونسمع كتقول لا مع ديما كاي ما عجبكش، يقول لي امتى كنا كاعين وكان هو عجبو الحال، وكان لقيت اللي كنا كنهضروا على المنتخب المغربي واحد، لقينا بزاف ديال المعارضه مع شي واحد اللي كيقول لا راه كيشتغل وخليه. ومن بعد اتضح على انه ما هما نيت هذوك اللي ناضوا. يمكن كنقدر نهضر على فريق الوداد ونقولوا بانه كيدير ولا كيعيش ولا هذا، وفعلا كيكون هذا. ولا نهضروا على فريق الرجاء ولا طنجه، حنا ما عمرنا ما كنهضروا الكره النسويه. يمكن علاش ما تقولش لي علاش فرحان الكره ديال الفوتسال؟ الفوتسال علاش ما تعيطش وتكتب وتقول فخر الدين ومونير استقبلوا الدقيق وكانوا فرحانين وداك الشيء؟ كتاخذ غير انت المسائل اللي وهاد القضيه ديال هادو تيديروا. انا الله يسمح لي انا ما كندخلش لهذا الشيء. انا حتى الواتساب احسن ما درتي، انا حتى الواتساب باقي شويه كنخمم فيه، يمكن كيبغوا يجوني فيه شي وريقات ولا الناس كيبغوا يعطوك شي حاجه، هو اللي باقي عندي. وما انا ما نديرش هذا الشيء في هذا الزمان اللي كنعيشوا فيه دابا. انا بارك علي غير المكالمات، الله يجعل البركه، ويا ترى باش نجاوبك. عندي برنامج الحمد لله كنجي محتارم مع الناس، بعدا شكرا لهاد الناس اللي دخلوا معنا اليوم. اغلبيه الساحقه كانت تبارك الله المستوى عالي، وهاد الناس اللي قال لي سميتو شكرا ليه مرحبا، ياخذوا النمره ويعيطوا ليا. الا كاين شي حاجه زوينه وحنا ما كنشوفوهاش مرحبا، الا هو عاجبه. حيت حنا اغلب الامور كنهضروا علاش؟ كنهضروا على بطوله، لو نيفو ديال البطوله، كنهضروا على مدربين. علاش كنهضروا حنا على التسيير؟ اليوم الموضوع ديالنا كان هو لي سونتر دو فورماسيون. سونتر دو فورماسيون انطلاقا من صريحات الرؤساء ثلاثه تكلمنا عليهم. صافي، يمكن الاراء كتختلف. انا تربيت ما كنغنيش، وما يمكنش ترضي. لا منير، انا ماشي شغلي، انا عاد تربيت ما كنغنيش، تربيت ما كنصفقش، عشت حياتي كلها ب ب ب ب اشوف ما لقيتش شي واحد راه طبطب عليا ودفعني. كاين واحد الفرقه منير، وحتى الرداءه ما تربيتش عليها انا. الحمد لله هادشي اللي كاين. وتحيه لجميع الناس اللي كيتفاعلوا معنا واللي تلقاو معنا حتى في الشارع ولا في هذا. يسمح لي حمزه نقرا واحد الميساج اخير ديال وليد، قال لي تحياتي واحتراماتي. انا رجاوي لا ارى فيما تقولونه استهزاء بالرجاء وجمهوري. ما تبارك شي حاجه، تبارك الله. هضرنا على لي سونتر فورماسيون مزيان. هانئا تدشين الاكاديميه اليوم، مي التحدي هو احسن حاجه هو تخدم تخدم باش تنتج باش تنتج باش تنتج. الساعه الثالثه باستوديوهات شذا اف ام، نخليكم.